صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم، وكتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. اهلا بكم وحلقه جديده من الناس الحلوه. موضوع اللي انا هبدا بيه كلام النهارده موضوع الحقيقه هياخد منا سلسله من الحوار، مش مره واحده هنتكلم فيه عشرات بل اكتر من كده، عشان نوعي الناس لخطر شديد جدا، عنوان خطير للغايه ومنتشر في العالم كله وفي الوطن العربي وموجود في مصر، بس موضوع مسكوت عليه. فزوره، هي فزوره، حاجه يعني تقعد تفكر فيها شوية قبل ما أصدمك وأقول لك إن أنا هتكلم عن التحرش بالأطفال. الكلمة دي واقعة عند ناس كتير قوي، بيكون في الأول واقع أشبه بالإنكار. الإنكار حالة مشهورة جدا في علم النفس، إنه أول ما حد يسمع حاجة زي كده ممكن قوي دلوقتي حالا يفكر، أول ما يفكر ده مش هيحصل في ولادي، ده مش قريب مني، ده بعيد عني خالص. الكلام ده في منتهى الخطورة، إنك أنت تنكر في الأول. إحنا بصدد جريمة، هو توصيفه جريمة، مفيش حد ينكر ذلك أبداً. الجريمة فيها جزء مرضي، لكن هو لن يخرج الأمر عن إنه جريمة. في ضحية، في عوامل، في مشاركين في الجريمة سواء بالفعل أو بالإهمال، فخلوني أكلمكم عن واحدة واحدة من الحاجات دي. أول العوامل هكلمكم عنها، هنتكلم في العوامل التي تتعلق بهذا الأمر الخطير للغاية، التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي على طفل. أول حاجة، ودي حاجة برضو يعني في منتهى الخطورة، ومش شرط كل العوامل تكون موجودة، لكن هذا العامل مهم جدا، هو انخفاض مستوى المعيشة. ناس كتيرة جدا عايشة في مكان عبارة عن أوضة وصالة أو أوضة بس، كل حياتهم هي أوضة، زي ما الفنان الرائع عادل إمام مرة في مسلسل في مسرحية قال له أنت عايش فين؟ قال له أنا عايش في الأوضة. أنت ومين؟ أنا ومراتي وسبع عيال وأمهم وأمي، قاعدين كلكم في الأوضة، يعني سايبين الشقة كلها وقاعدين في الأوضة. يعني طبعا قال له يا سيد ده هي أوضة، في هذه الغرفة هي الحياة. والرجل ومراته ممكن جدا نتيجة نقص الوعي ونقص الثقافة المرتبطين بنقص المستوى الاجتماعي أحيانا يعملوا علاقة زوجية، ممكن هم بيتهيألهم منهم مش في حالة اطلاع أو ما فيش حد مطلع عليهم، والأولاد مش شرط يشوفوا بس بعينيهم علاقة زوجية أو علاقة جنسية. الكلام ده مهم جدا، ممكن جدا بودانهم يسمعوا، عشان كده ده شيء مهم جدا. برضو الحاجة التانية، مشاهدة الأفلام السينمائية والمسلسلات اللي فيها مشاهد جنسية. هقف عند الحتة دي شوية. للأسف الآن في نوعية من السينما مش مصرية بس، في العالم كله بيقولوا عليها السينما الواقعية. ومن ضمن الواقعية في السينما أن أنا أطرح قضايا صادمة، وبدأ يكون هناك نوع من التسابق على طرح القضايا الصادمة، زي طرح قضايا الشذوذ. يعني يعمل فيلم كل الفيلم بيدور حول الشذوذ، وكأنه قضية يعني تستحق الدراسة مثلا من ناحية السينمائية، أو يصور مشاهد مباشرة للشذوذ عشان يعني يغرقنا في الواقعية من وجهة نظر السينمائيين. دي قضية مش عايز أدخل فيها. المشكلة أن هذه الأفلام توجد على الشاشة، مش الكبيرة بس والصغيرة. ومين اللي قال الشاشة الكبيرة بمعزل على الأطفال؟
ما هي ممكن جدا الطفل يدخلها، وما فيش يعني زي ما بيقولوا براءة أو مسوغ يخليني أعدي من خطورة عرضها على الأطفال في أن أنا أكتب بلس 18 بلس 18 أو بلس 16 أو بلس 12 أو بلس 95 أو بلس 35. ده مش هيخلي الطفل يبعد. وبرضو دلوقتي في بعض الأفلام اللي هو يكتبه في الأول ينصح بالإشراف الأبوي، ده مش معناه أنه أنا كده حميت نفسي، حميت نفسي كمقدم لمادة فيلمية أو حميت الأطفال هيتفرجوا، بل إن بالعكس ده عند الأطفال يعني مور أتراكشن، مور أتراكتيف، جذاب بشكل أكبر إن أنا ألاقي بلاس 18. حاجة تانية كمان، استخفافنا بقدرات الأطفال مع التعامل أو في التعامل مع الأجهزة الحديثة، من سواء الكمبيوتر، آيباد، الموبايلات. الطفل وسنه صغير جدا ممكن يكون عنده قدرة عالية جدا على التعامل مع الأجهزة دي، ده بيكون أشطر أحيانا، بعض الأطفال بيكونوا أشطر في التعامل، أشطر في التعامل مع الأجهزة دي من الكبار، ويقدر يدخل على مواقع زي ما هو عايز. والطفل بطبيعته ما بيبقاش عنده قدرة على التفرقة بين الصح والغلط، فممكن جدا يدخل على مواقع إباحية، ممكن يدخل يشوف مواقع بالصدفة يكون أبوه أو أخوه كبير دخل عليهم وسابهم على الموبايل من غير ما يعمل لهم إريز، من غير ما يحذفهم. فالطفل شاطر دخل بسرعة على الآيباد، فهم، عرف، اتفرج على مواقع جنسية، قد تكون مواقع جنسية بتعرض جنس طبيعي أو بتعرض جنس شاذ، وفي الطفل ما يقدرش يفرق، ما عندوش القدرة الإدراكية والوعي ومستوى النضج بتاع الحلال والحرام. كمان في حاجة مهمة جدا جدا هي الشكل المرضي للفعل. مرض الاعتداء أو الميول، هما في الغرب عندهم درجات من طرح المشكلة، فالميل الجنسي للاعتداء على الأطفال اسمه البيدوفيليا. والبيدوفيليا ده الآن العالم الغربي كله وأيضا المراكز المتخصصة يعني بتستغرق وقت طويل وبتستغرق إمكانيات كبيرة جدا في دراسة هذا المرض. البيدوفيليا عملوا تصوير بالرنين المغناطيسي على عقول أو على البرينز بتاعت المعتدي الجنسي، المعتدين الجنسيين على الأطفال، فوجدوا يعني أنه في عوامل مشتركة مهمة جدا في هؤلاء المجرمين اللي هم مصنفينهم على أنهم عندهم مرض البيدوفيليا. من ضمنها أولا حجم المخ الخاص بمريض الاعتداء أو مريض البيدوفيليا، لو مريض الاعتداء الجنسي على الأطفال حجمه أقل. أيضا نسب ذكائهم منخفضة بشكل ملحوظ. وجدوا علاقة برضو في دراستهم ما بين نسبة الذكاء المنخفض وبين سن المعتدى عليه، السن اللي بيرغب أو ممكن يقدم المعتدي على الاعتداء عليه. فوجدوا أنه كلما قلت نسبة الذكاء عند هؤلاء المجرمين، هؤلاء برضو هرجع أصنفهم على أنهم مرضى البيدوفيليا، كلما كان سن المعتدى عليه كان أقل، كان أصغر. باحثين كنديين وجدوا علاقة وثيقة بين عدد الإصابات في الرأس في مرحلة الطفولة وبين كمان أو تواجد هذا العدد الكبير من الضربات على الرأس وبين أنهم يتحولوا إلى معتدين جنسيين في المستقبل. فلقوا انه الطفل لما بيتعرض الى خبطات عديده على راسه على دماغه ده ممكن يتحول في المستقبل. دي دراسه كنديه. في دكتور مشهور قوي اسمه جورجي بوليستيمي، ده عمل دراسات قالت انه في فرق بين الميل وبين الانخراط او الولع. فقالوا انه قال في دراسته انه المساله تبدا بميل الاعتداء على الاطفال عند اولئك المرضى المصابين بالبيدوفيليا، هذا الميل ينقلب في مرحله لاحقه الى ولع. لكن مرض خطير جدا، ولا ينفي وجود هذا المرض انه من يرتكب هذا الامر هو في النهايه مجرم. برضو لازم نفهم انه عدد
الاعتداء أو وصل الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى أرقام مرعبة مرعبة. الاعتداء الجنسي على الأطفال وصل إلى 30% من الأطفال. الاعتداء الجنسي على الأطفال مش شرط يكون ممارسة فعلية، مش شرط يصل إلى الممارسة الجنسية الكاملة، لكن ممكن جدا الاعتداء الجنسي على الأطفال يكون بالملامسة، بالتقبيل، بتحسس الأعضاء الجنسية، بالقرب، بالضم الغير مبرر، الحضن غير المبرر، ايضا بالكشف عن الملابس، ايضا بالاستعراض او عرض الاعضاء التناسليه للذكور بالنسبه للاطفال، امر في منتهى الخطوره. ايضا اجبار الطفل او اغراء الطفل بمشاهده مشاهد جنسيه مع البالغ. المخيف المخيف انه كثير من المعتدين الجنسيين على الاطفال هم يمتون للأطفال بصلة قرابة أو بصلة قد تكون صداقة، صديق للعيلة، قريب للعيلة، قد يكون أيضا جار. ليس هناك مستبعد من المعتدي جنسيا. الآباء والأمهات عندهم حالة من الحالات الطبية التي ينبغي أن نقف أمامها جدا، وهي حالة الإنكار. حالة الإنكار حالة تشبه حالة الهروب من الواقع، وهي هروب إلى منطقة التصديق الكامل بأن طفله عنده مناعة أو محمي بشكل أو بآخر من الاعتداء الجنسي الذي أتحدث عنه، رغم أن أنا قلت أنه 30% من الأطفال الآن في العالم سبق لهم الاعتداء الجنسي. ساعات قدام الإنكار في حالة تانية من حالات اللي نقدر نقول عليه الخوف الشديد الغير مبرر، اللي هو بقى ينقلب الأمر إلى وسواس قهري، يعني نوع من أنواع الوساوس القهرية، إنه يصبح عند الأب أو الأم وسواس بأن طفله محرض دائما إلى اعتداء جنسي. الإنكار خطر جدا وغير مفيد، والوسواس واعتقاد الأب والأم بأنه أولادهم في خطورة مستمر أيضا، ده شيء مرضي وده شيء ممكن يدمر حياة الطفل. والطفل الذي يتعرض إلى اعتداء جنسي أساسا يتعرض إلى شيء مهم جدا من الأعراض أو مجموعة من الأعراض في منتهى الخطورة. أول شيء عايز أنبه عليه قبل ما أتكلم على الأعراض بالتفصيل هو أنه معظم الأطفال لا يظهر عليهم أي حالة واضحة، كتير جداً من الحالات يتعرضون للاعتداء الجنسي ولا يظهر عليهم أي شيء، فدي نقطة هنقف قدامها شوية. لكن في أعراض كتيرة جداً، يعني ممكن جداً يحس الطفل أنه دائماً بعد تعرضه لهذه الحالة أنه عنده حالة من حالات الدونية أو النقصان، إنه أقل من أقرانه، ويحس دايماً بعدم الثقة، عنده إحساس دائماً بالخجل والتواري، لأنه في جزء معين من شعوره هو يحس أنه ارتكب أو أخطأ خطأً كبيراً. أيضاً يرى الجميع، أحياناً بعض الأطفال يرون أنه الجميع قد يكون مشاركين بشكل أو بآخر أو مجرمين، الكل مجرم. وبرضه في علم النفس هناك خيال عند الأطفال، ينبغي أن أستطيع أن أفرق بين خيال الطفل وبين واقعية السرد، بين الحوار الحقيقي وبين ربما حوار خرج من عقلية الطفل. لكن لم في المقام الأول ينبغي أن أضع أن في اعتباري أنه هذا الطفل يتحدث أو يتكلم معي بصراحة بدون أن يكون كاذب. التحرش الجنسي بالأطفال ليس أمراً سهلاً، ليس أمراً هيناً، ليس مرضاً عادياً، هو مرض له عوامل كثيرة، منها اجتماعية، منها عوامل نفسية، منها عوامل غياب الدين، عوامل غياب الفهم الحقيقي للدين. لكن في النهاية كل طفل تعرض للاعتداء الجنسي ولم يلقى الاهتمام هو مشروع لمعتدي قادم، وهو مشروع لشاذ جنسيا، هو مشروع لمريض نفسي قد يصل المرض النفسي الخاص به إلى مرحلة في منتهى الخطورة، في علاقة وثيقة بين القتلة
بيسموهم أصحاب القتل التسلسلي أو أصحاب القتل المتكرر اللي عندهم نهم للقتل، وبين الاعتداء الجنسي عند الأطفال. موضوع في منتهى الخطورة، ولكن سيبقى حلقات وحلقات نتحدث فيه في واحدة من أخطر الظواهر، ليست في مجتمعنا فقط ولكن في مجتمعنا أقل ما يمكن، هي في المجتمعات الغربية أكثر خطورة من الموجود في المجتمعات العربية بكثير، ولكن الفرق أنهم يدرسونها بدقة ونحن ما زلنا في حالة إنكار. خليكم دايماً معنا، سلام. ده علاج وحاجة حتمية، مش حاجة مش رفاهية، بتغير حياة البني آدم. شفنا ناس كتير قوي كانت فضلت 20 و30 سنة بتعاني من أسنانها، ولما اتغيرت أسنانها اتغيرت حياتها كاملة. نسمع كتير قوي عن حالات، وبنشوف كتير حالات ناس كان عندها أسنانها شكلها حلو، راحت تعدلها رجعت بقى عندها ضب. دايما تسمع في العيادات وبتشوف في عيادة الأسنان ليه عندها ضب، ان زي ما قلت لك هي مش نوع، ما المريض ما بيجيش لو طلب منك حاجة غلط لازم ترفض. تجميل الأسنان ده ممكن يجي نعمله بالكراونز، نعمله بالطبقات أو الفينيرز، أو نعمله بالمينيمال بريك فينيرز، أو في بعض الأحيان بنلجأ إلى تقويم الأسنان الأول قبل ما نعمل أي حاجة تجميلية. الزراعة والتركيبات، هل بينهم تنافس؟ الزراعة هي نوع من أنواع التركيبات. إمتى ما عملش تركيب؟ لو احنا عملنا التركيبات والمريض لم يعتني فالتركيبات لازم هتفشل، لازم تصمم ابتسامة ملائمة للوجه. التدخين بيعمل ايه في السنان؟ وبيبدا بمشاكل بسيطه جدا ممكن تنتهي لا قدر الله الى سرطان الفم. لو مريض السكر غير محافظ او سكره عالي جدا، انا بنصح ان ده لا يصلح بصراحه. اهلا بكم. سؤال وخلينا نتكلم بصراحه، هل تجميل الاسنان بقت رفاهيه او هو حاله رفاهيه؟ هل كلمه تجميل الاسنان، كلمه تجميل طبعا بتتقال دايما على يعني ايه، حاجه احنا بنعملها وقت ما نكون احنا واخدين اجازه، حاجه بتعملها لما يكون معاك فلوس، شويه فلوس زياده، هل تجميل الاسنان ينطبق عليه كده؟ انا بقول لكم لا طبعا، لا طبعا، لا جدا. تجميل الاسنان مش رفاهيه، وتجميل السنان مش حاجة بتعملها لما يكون معاك فلوس زيادة وانت مش عارف تعمل بيهم ايه. لا، ده انا في رأيي انه تجميل السنان او تجميل الاسنان هو اولى بكل قرش انت بتصرفه على اي حاجة تافهة من اللي انت بتصرفه عليها. يعني احنا شعب بنصرف في حاجات عبيطة جدا، في ناس غلابة كتير قوي، طبعا كتير قوي، يعني معظم الشعب المصري فعلا يعني غلبان، انا عارف، لكن الجزء اللي انا بحكي عليه وحتى في برضه في الناس الغلابه بيصرفوا ساعات في حاجات انا بقول لهم لا لازم ندقق شويه. يعني الناس اللي بتروح تقعد في القهاوي، قاعد على القهوه عمال يشرب في مشاريب، ما تروح تشربها في بيتك. ايه اللي هو انا هقعد واعزم بقى ناس صحابي تقعد في الاخر ابقى ابص الاقي اليوم مطلوب مني في اخر يوم 100 جنيه؟ ما انا لو كل يوم رحت قعدت ب 100 جنيه يعني انا في 30 يوم هقعد ب 3000 جنيه، طب ما ده مبلغ. لو انا ده انا بقول 100 جنيه ده في ناس بتقعد باكتر من كده. لو انا هروح مثلا اخرج بقى كده خروجه وبتاع واصرف لي 300 400 جنيه ثلاث اربع مرات في الشهر، طب ما انا صرفت 2000 جنيه، طب ما انا اسناني اولى بالكلام ده. انا بستغرب جدا على الناس اللي بتصرف فلوسها على حاجات ملهاش قيمه، زي فسحه، زي رحله، وسايبه اسنانها بايظه. هي الفسحه والرحله اطلعها لما تكون سنانك كويسه، خلاص انا مش بقولكش ما تطلعش، اطلع اتفسح واقعد على القهوه اللي انت عايز تقعد عليه واعمل اللي انت عايزه، انا ما بقولكش مش ضد، لكن ما تبقاش سنانك بايظه ومش حلوه وتروح سعادتك تصرف فلوسك في الحاجات دي. ده مش منطقي، ده مش صح. انا عايز النهارده افهم، هل تجميل الاسنان كلمه يعني انا في رايي ان انا المفروض تاخد كلمه احسن من كده، المفروض نقول عليها اعاده تاهيل الاسنان عشان تاخد كلمه حلوه،
إعادة ظهور الأسنان للحياة، إعادة إحياء الأسنان، لأن واضح إن تجميل دي كلمة أنا في رأيي يعني 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 إن إحنا بنقلل من قيمتها، رغم إن التجميل دي كلمة حلوة قوي. ضيفي العزيز يستطيع أن يخبرني عن رؤيته لهذا لأنه متخصص في هذا المجال، وطبعا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد حبشي. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا دكتور. أنا بقى بدأت سخن مع الناس. ناس سخنة أوي. لأن أنا بيني وبينك بشوف ناس بتصرف فلوس، بقى معاها فلوس بتصرف فلوس في حاجات ومحتاجة إنها تعمل تجميل سنان بشكل إرجنت، يعني ببقى أنا زعلان عشان الفيسبوك بينقل صور ناس كتير كده. طبعا طبعا دي حقيقه. طبعا هو طبعا يعني بنقول ان زي ما حضرتك قلت وتفضلت، التجميل الاسنان بقت حاجه مهمه جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان بقى في دلوقتي في ناس كان عندهم مشاكل نفسيه وعقد نفسيه بسبب مظهر شكل اسنانهم. خلي بالك تجميل الاسنان هو احنا زي ما قلنا هو شيء، احنا بنتكلم على علم تركيبات الاسنان ولكن في شكل جمالي، يعني احنا بنرجع الشكل زائد الفانكشن او اهميه الاسنان. انت خلي بالك ممكن يكون واحد زعلان من شكل اسنانه ومحتاج تجميل اسنان، اسنانه مكسره او فيها تسوسات. ممكن حد تاني يكون اسنانه فيها فراغات او الاسنان مال الايند اللي هي ملخبطه على بعض او متراكبه على بعض. كل الكلام ده ممكن يسبب ازمات نفسيه لناس كتيره جدا جدا جدا، واعدادها كبيره سواء في مصر او في العالم. يعني في احصائيات بالكلام ده، في من اول الأطفال الصغيرين دلوقتي بنشوف إن، أو يعني لما تيجي تسأل أي دكتور نفساني أو حاجة متخصص في الأطفال، الأسنان بتعمل لهم مشكلة كبيرة جدا. يعني لو الولد سنه صغير جاله الرامبرن كارز ده اللي هو بتلاقي كل الأسنان بقت لونها أسود وصغيرة ومكسرة، بيجوا الأهالي بيبقوا عايزين يعملوا أي حاجة الأسنان. فتخيل الأزمة النفسية بتبدأ من وانت طفل لغاية لما بتفضل معاك لغاية طول العمر. يعني فأنت الازمه النفسيه دي انا بعتبرها ان انت ده علاج وحاجه حتميه، مش حاجه مش رفاهيه، بتغير حياه البني ادم. شفنا ناس كتير قوي كانت فضلت 20 و30 سنه بتعاني من اسنانها، ولما اتغيرت اسنانها اتغيرت حياتها كامله. يعني انا اذكر حقيقه مريضه وكانت وست عزيزه جدا عليا، ست كانت فيري هاي كواليفايد كشهادات، عندها شهادات عاليه جدا، وكانت تقدمت لوظيفه وكان الكلام ده في دبي. الوظيفه من كتر او الوظيفه اللي هي متقدمها لها كانت وظيفه كبيره، من كتر ما هي الناس عايزينها طلبوا منها انها تروح تعمل سنانها وترجع تاني عشان تاخد الوظيفه فعلا، وجت وعملت السنان وما كانتش لسه بدات شغل وقصبتها لها يعني مساعده. والله فعلا زي ما بقول لك لغايه لما، وطبعا بقينا اصدقاء جدا يعني انا ما انساهاش وهي ما تنسانيش ابدا وعلى طول بتزورنا. فده كان ده بوريك مدى اهميته. كان في وظيفه متقدمه لها، ومش وظيفه مش هقول لك اعلاميه، ده وظيفه في بنك ذو حيثيه، تمام، طلبوا منها انها تعمل سنانها وهي بعد كده هي هتقبل في الوظيفه، من غير سنانها مش هتقبل. دي ده 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 حاجه بقولها لك، ما هي اهميه الشكل دلوقتي او شكل الاسنان بالاخص. زي ما قلت لك بيساعد في الازمات النفسيه، غير بقى ان احنا المشكله اللي بتبقى موجوده في الاسنان الشكل الوحش ده اكيد ليه ضرر على صحه الفم. يعني زي ما قلت لك لو الاسنان متراكبه على بعض، لو الاسنان فيها فراغات، كل ده ليه اضرار على الفم. احنا ربنا خلق الاسنان بطريقه معينه انها تبقى متلاصقه بطريقه معينه، مرصوصه بطريقه معينه. اي خلل في الموضوع ده اكيد 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 ليه تاثير على صحه الفم. فهو هي حاجه ضروريه مش حاجه تجميليه. في بعض الحالات القليله قوي هنقول ان ده بتبقى نوع من انواع الرفاهيه الزايده، او مش هقول رفاهيه زايده، ولكن بتبقى حد متعقد من حاجه معينه، شايف لون اسنانه اصفر وعايز يغير لون اسنانه ومش عايز يعمل التبييض العادي اللي بالجل والكلام ده كله، لانه مثلا مدخن او شيشه او وات ايفر الحاجات اللي هي بتغير لون الاسنان دي، فعايز يعمل حاجه نهائيه، تمام، ومتعقد. اقول لك متعقد مش بيعملها حاجه كماليه، لا هو عنده عقده، شايف كل يوم بيصحى بيبص على نفسه شايف ان لون اسنانه اصفر، تمام. دي هنقول دي اقل الحالات اللي احنا بنتكلم عليها، لكن في ناس تانية بتلاقي اسنان، الاسنان اللي طالعه بره فيها بروز، الاسنان اللي فيها الفراغات، الاسنان الملخبطه، كل الكلام ده لا بيبقى فيه ازمات نفسيه الحقيقه، وفعلا حياتهم بتتغير بعدين. السؤال دايما اللي انا عايز افهمه منك، كيف تطور علم تجميل الاسنان؟ يعني في علم التجميل مثلا التطور فيه مشي جراديوال،
لكن طب الاسنان تجميل الاسنان بحسينا ان التطور فيه دراماتيك سريع جدا. انتقل من مرحله كان التجميل فيها الاسنان شكل تبشيري مش حلو الى مرحله ثانيه لا دلوقتي بقت كل يعني بقت الموضه السنه اللي فاتت او السنه اللي فاتت لا ده السنه دي في حاجه احسن بكتير. تمام. بص انا هقول لحضرتك حاجه، الطفره اللي حصلت في علم تجميل الاسنان في العالم بدات سنه 2005. 2005 بالظبط بدات بدايه الطفره اللي حصلت. تجميل الاسنان او علم تركيبات الاسنان لتحسين المظهر واعاده الفانكشن او اعاده مهام الفم الضروريه اللي هي زي اكل الاكل والشرب والكلام ده كله، كانت اول حاجه كانت موجوده، مش هقول بقى مش هرجع لزمان خالص ايام ما كانوا بيحطوا الرابر والكلام ده لا. انا هكلمك على بدايه ظهور البورسلين، كان عباره عن تركيبه معدنيه وبيتبني عليها البورسلين او السيراميك بطريقه معينه فتبدا تشوف شكل الاسنان. كان التلبيس كامل، كان بيحتاج ان احنا نبرد الاسنان خالص، نصغرها، نبدا ممكن يتكشف العصب مننا نضطر نعمل علاجات عصب، ونبدا نعمل التلبيس الكامل او الكراون او الطربوش او وات ايفر بيسموه. طبعا الكلام ده كان المعدن ده كان ليه اضرار على الفم وليه اضرار في الشكل، ولكن كان احسن الموجود، كان بيحسن الشكل لحد ما لحد كبير في هذه الفتره. طيب بدا يحصل تطور لعلم الطبقات او الفينيرز اللي هي بنبرد السطح الخارجي بتاع الاسنان ونبدا نلزق عليه طبقه. كان المشكله في الوقت ده او الحاجه اللي تشالنجينج جدا كانت هي السيمانتس او اللزق اللي احنا بنستخدمه، تمام؟ كان بيلزق كويس قوي على طبقه المينا، ولكن طبقه العاجه او الدنتن اللي موجوده تحت المينا ما كانش بيلزق فيها كويس. فكان الناس بتحاول تبتعد عن قصه القشرات دي ودايما تلجا الى التلبيس الكامل او الكراونز، الى ان تطور السيمنت اللي احنا بنستخدمه. السيمنت ده هو اللاصق بدا يقدر ان احنا نوصل، طبعا مش بنفس الدرجه بتاعه طبقه المينا ولكن بنسبه عاليه جدا قريبه من طبقه المينا. فبدا يحصل تطور شديد جدا في علم القشرات لدرجه ان لا بقى 70% من حالات التركيبات التجميليه في المنطقه الاماميه، مش بتكلم على الخلفيه، بتبقى تحت مسمى الفينيرز. وظهرت الطفره الاكبر كويس اللي هي القشره اللي هي العدسات، الناس بتقول عليها عدسات ولكن احنا بنقول عليها اسمها مينيمال انفيزيف فينيرز، اللي هي نسبه البرد بتبقى غير مرئيه للعين. كويس حضرتك ما تبداش تحس، يعني مثلا في حاله دلوقتي قدامنا جايبينها واحنا بنعمل لها ديزاين، دي حاله من الحالات اللي انا ما بردناش اسنانها خالص، عملنا اسنانها دايركت من غير ما نبردها. ليه؟ اسنانها صغيره فيها فراغات ما فيهاش نسبه بروز، بالعكس انا عايز ابرز اسنانها اكتر من كده في الابتسامه. فدي على طول زي ما هي بنيجي بنعمل نسبة برد قليلة أو هي مش برد أو هي تخشين للسطح الخارجي بتاع الأسنان. يعني هي كده دلوقتي أنا خلاص عملت الموديفيكيشن أو عملت نسبة البرد القليلة قوي، عمرك ما هتلاقي هي الفراغات دي كانت موجودة عندها من الأول، احنا ما جيناش جنبها. بدأنا حطينا على طول عليها العدسات اللي هي الطفرة الكبيرة اللي هي 150% من المرضى اللي بيخشوا عندك العيادة طالبين العدسات. ولكن هنا دي اللي هحكي لك عليها، العادة هي دي مش انواع، هي زي ما قلنا قبل كده. المريض بيجي او طالب الخدمه بيجي بيشتكي من حاجه معينه، وظيفه الدكتور ان يوجه المريض ايه اللي اصلح له. العدسه مش معموله لكل الناس، تمام؟ بنسمع كتير قوي عن حالات وبنشوف كتير حالات ناس كان عندها اسنانها شكلها حلو، راحت تعدلها رجعت بقى عندها ضب. دايما تسمع في العيادات وبتشوف في عياده الاسنان. ليه عندها ضب؟ ان زي ما قلت لك هي مش نوع، ما المريض ما بيجيش لو طلب منك حاجه غلط لازم ترفض وتقول له ايه اللي صح. مش عايز يقتنع ارفض ان انت تعمل الحاله، ان الحاله دي خلاص انت عرفت انها غلط ومش هتقدر توصل للشكل النهائي. واللي بيحصل ان المريض ده بيطلع بيروح لدكتور تاني بيرجع يقول ان الدكتور ده بوظ لي اسناني، والدكتور التاني بيرجع يقنعه ان هي باظت عشان 1 2 3 4، وبينسوا اللي هم الضغط اللي مرسوه على الدكتور في الفتره الاولانيه، وهي دي بقى منطقه الخبره اللي بقول لحضرتك عليها. بينسى تماما هنا الشكل ده اللي هو شكل، واحنا بنعمل ديزاين على الكمبيوتر، دي التكنولوجي اللي حضرتك بتتكلم عليها. انا دي ببدا اشوف احجام الاسنان، عرض الاسنان هيبقى شكله عامل ازاي، ولكن هي شكل تخيلي لدكتور الاسنان بيبقى فاهمه، لكن المرضى العاديين يعني لو حد شاف المنظر ده هيطلع يجري. لكن انا اللي انا دي حاجه انا شايفها، انا عارف الفاينل بتاعها عامل ازاي، ان ولا ده هو ولا ده اللون
ولا ده هيبقى الشكل النهائي. هو بيوريني ديتيل صغيره، تجميل الاسنان كله عندنا عباره عن ديتيلز صغيره جدا جدا جدا، عالم تفاصيل مليء بالتفاصيل. كويس. فانا زي ما قلت لحضرتك او زي ما انت شايف الحاله دي، لا احنا بنبدا بيشوف لي ارقام، بقول له لا طب عرض لي شويه، بتخيل على شكل الوش كله هيبقى الشكل عامل ازاي، واكوردنج بقول له ايه، او خلاص ابدا دلوقتي نبدا نصنع الاسنان. تمام، بندي اوردر للجهاز بتاع السيرج يبدا يصنع الاسنان. فانا زي ما قلت لحضرتك هي الدنيا الامور تفاصيل بسيطه، المريض اهم حاجه ان المريض يسمع كلام الطبيب مش الطبيب يسمع كلام المريض، دي اكبر خطا بنقع فيه. عندك المشاكل المزمنه في الاسنان العربيه الاعوجاج والفراغات. طبعا طبعا. ازاي بتتعامل مع المشكلتين دول؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، الاعوجاج نسبته قد ايه؟ تمام، بيبقى في ناس عندها نسبه عاليه جدا من الاعوجاج، الحركه بتاعت الاسنان في تراكب شديد على الاسنان مع بعض. زمان كنا باجي اروح موت اعصاب الاسنان بريضها خالص واعمل تركيبات، الكلام ده طبعا ديستركتيف، يعني مدمر للاسنان. ليه انا رحت جبت؟ لا انا ابدا اقطع المريض بحاجه سهله جدا، اقول له انت تعمل تقويم 6 شهور، انا مش عايز اسنانك تتظبط 100%، ولكن يقلل لي نسبه الاعوجاج في الاسنان، يقلل لي نسبه البرود البروز لدرجه معينه، انا بعد كده اقدر اعمل لك فينيرز ولا حاجات اللي هي او الديزاينر اسمها الحاجات اللي هي التجميليه اللي بنقول عليها كونزرفاتيف somehow. تمام، يعني ما بنبرودش الاسنان بدرجه عاليه قوي، ما نحتاجش ان احنا نشيل العصب من الاسنان. في الناس بتستسهل جدا فكره ان هو يشيل العصب، شيل العصب في اسنان مش محتاجه انها تشيل العصب، ده ضعف للسن. بيعمل لي مشاكل تانية في التركيبات، ان لون السن الحقيقي بيتغير نتيجه علاج العصب، وبالتالي التركيبه اللي بحطها لو هي من الاي ماكس ما بتنفعش، ما بتدومش فتره طويله. بعد فتره لون الاسنان الحقيقي اللي هو اغماء بيبان زي ضي، بيبان زي خيال تحت التركيبه الاي ماكس، ان الاي ماكس فيها نسبه شفافيه عاليه، فبنضطر نروح للزيركونيوم. والزيركونيوم برضو الحقيقه الناحيه التجميليه بتاعت الزيركونيوم مش زي، او الناحيه الجماليه بتاعت الزيركونيوم مش زي الاي ماكس، نسبه الشفافيه في الاي ماكس اعلى بكتير، وان كان الزيركونيوم دلوقتي بقى فيه نسب شفافيه وبقى فيه مواد جديده فيها نسبه شفافيه زي الكتاني والحاجات الجديده اللي هي الموجوده حاليا، ولكن برضو غير شكل الاي ماكس. الاي ماكس بيدي لون شفافيه وشكل طبيعي اكتر. فاحنا دايما في علم التجميل كتركيبات تجميليه دايما نفضل الاي ماكس، ونلجا للزيركونيوم في المناطق اللي احنا محتاجين فيها قوه، او محتاجين فيها ان احنا نستخدم اوبيك ماتيريال، ماده قاتمه تمنع اللون الاساسي بتاع الاسنان انه يبان من خلال التركيبه. طيب الحاجه الثانيه الابتسامه اللثويه، انت عارف الابتسامه اللثويه الجيل ده بقت موجوده فيه كتير. دي حقيقة. يمكن حاجه جينيه يمكن معرفش، بس والله طبعا اللي فيه استخدامات، يعني في حاجات كتيره قوي بتساهم في وجود، طبعا التتينه كتيره، الثمسك، في حاجات كده كتيره هابتس بتحصل اسنان الاطفال بتعمل الكلام ده، وطبعا العنصر الجيني موجود طبعا بنسبه كبيره. فالابتسامه اللثويه دي من الحاجات اللي انا باجي يا بستدعي دكتور جراحه تجميل، يا بستدعي دكتورة الجلدية، ونبدأ نتناقش في الحالات دي. لأن في حالات، يعني مثلا دي حالة سهلة جدا كان عندها الضحكة لثوية نتيجة إن اللثة عند عليها، يعني عاملة نمو زائد على شكل الأسنان، فبنقطع اللثة كويس بالليزر أو عن طريق أخصائي اللثة بيبدأ يعملها بطريقة جراحية حسب ما هتحتاج، وكده راحت من عندها الضحكة اللثوية تمام. لكن في حالات تانية بيبقى لازم مهم قوي تشخص الضحكة اللثوية دي سببها إيه؟ هل ارتفاع عضلات الشفايف قوية جدا فبترفع الشفايف لدرجة عالية جدا؟ هل لا ده ان اللثة نازلة او حصل نمو شديد على الاسنان، ولا الاتنين مع بعض؟ طبعا اصعب حاجة بيبقى الاتنين مع بعض، الاتنين مع بعض نضطر ان احنا نقص اللثة بالليزر او بالجراحة، زائد ان احنا نيجي بقى على الشفايف، يا ايذر هنعمل بوتوكس على العضلات بتاعت الشفايف وده ما بيدومش، يعني ده ما بيقعدش فترة طويلة، بيقعد من يعني بيقعد حوالي ماكسيموم 10 شهور ويرجع تاني لازم نحقن بوتوكس تاني في العضلات. أو الحاجة التانية بنعمل، مش هقول جراحة، ولكن بنعمل فتحة صغيرة خالص في الشفايف، بنبدأ نعيد يعني نقلل قوة العضلة
اللي هي بترفع الشفايف لفوق، وبالتالي دي بتبقى حاجة دائمة، وإن كان في بعض الحالات ممكن ترجع تاني بعد سنين، نرجع نعملها تاني بتبقى كويس. فبيبقى دايما عندنا حل البوتوكس للناس اللي هي خايفة من الفتحة بتاعت الشفايف من الداخل، أو إيه فتحة الشفايف الجراحة اللي بقولك عليها دي، مش جراحة، دي حاجة بتعمل في 10 دقايق والعيان بيروح على طول، بياخد زي غرزتين كده، وبعد كده بيجي بعد أسبوع نفكها وخلاص انتهت المشكلة دائما. تمام. فهي دي الضحكه اللثويه. مهم، اهم حاجه في الضحكه اللثويه التشخيص الصح سبب الضحكه اللثويه. الفراغات مشكله، يعني الناس كتير ما تعرفش انها مشكله هتكبر، مش هتقف عند حد معين، يعني بتبدا الفراغات مشكله بسيطه. ما اعرفش بقى، ايه رايك في الخله واستخدامها؟ الخله منتشره جدا في مصر. لا، الخله دي اسوء شيء، يعني الخله دي ما يعني بتبهدل الدنيا. يعني الخلة سبب مشاكل كبيرة جدا في اللثة، واخصائيين اللثة واستشاريين اللثة دائما بيقولوا على الموضوع ده، وبتبقى شكلها واضح جدا في بابيلا، او في اللي هي منطقة اللثة، بتلاقي دايما ما بين كل سنة وسنة بتلاقيها نازلة شوية بين السنين، بيبقى شكل زي مثلث كده بين الاسنان، يعني هنا في الصورة دي واضحة بين السنين اللي قدام، بتلاقي زي مثلث. المثلث ده اسمه البابيلا، ده حاجة مهمة جدا لغذاء اللثة. احنا لما بنحط وحتى ايفن للشكل التجميلي، لما بنحط الخلة، اي حد، اي مريض مدمن خلة يعني مدمن خلة، بتلاقي دايما بين الاسنان بدل المنطقة المثلثية اللي نازلة من الجام دي، لا بقى في فتحات. تمام. واسمها بلاك تريانجل او المثلث الاسود. ليه؟ ان لما اي حد بيجي يتكلم او قافل بقه او تافر، من جوه الفم منطقة عتمة، يعني عتيمة ما فيش أي ضوء فيها. فمن خلال المثلث ده لما بيبقى فيه فتحة مثلثية كده، أنت شايف زي نقط سودة بين الأسنان، بنشوفها عند الناس كلها اللي عندها خل أو بتستخدم الخلة بصورة مستمرة. فطبعا الخلة دي لازم ننساها خالص، ده ملوش دعوة. إحنا عندنا يا دنتال فلس اللي هو الخيط الطبي اللي بنستخدمه، في ناس بتتكلم في السواك، السواك ممتاز برضو كويس، لكن الخلة دي حاجة مش طب، يعني مفيش أي طبيب أسنان ولا حتى طالب في سنة أولى هينصح بالخلة. إذن الفلوس هي الأفضل بكتير. الفلوس، وفي حاجة اسمها، في حاجة اسمها الانتردنتال براشز، دي برضو مش فرش أسنان، روس كده صغيرة بتخش عشان الناس اللي عندها الجسور والتركيبات القديمة اللي هي بيبقى محتاجة شيء ينظف ما تحتيها. كويس. لكن الخلة دي ممنوع. شيء غير طبي طبعا. واحد عمل تركيبة أسنان ممكن يعمل تجميل بعد التركيب؟ لا. سؤال جميل، بس هو التركيب ما هو تجميل يعني. لا، عملوا أيام كانت التركيبات عادية. طبعا بنغير التركيبات طبعا. احنا طبعا دي بنعمل دي الحالات اللي هي اليومية اللي بنشوفها في العيادة، بيبقى مريض عمل تركيبات قديمة اللي هي مكونة من معدن ومتغلفة بالبورسلين، فبيجي طبعا بيبقى شايف الحاجات اللي موجودة دلوقتي. احنا دايما الجول بتاع اي دكتور اسنان بيشتغل بالطب الحديث، ادي صوره من الحاله، كانت عامله تركيبات في بعض الاسنان قديمه، وكان عامله حشوات تجميليه قديمه برضو، فاحنا شلنا كل الكلام ده وغيرناه بالديزاينر سمايل او شكل جمالي للتركيبات، اللي هي التركيبات اللي معموله من الاي ماكس، ده اللي انا بقول لحضرتك عليها، بشكلها طبيعي بلون طبيعي. اي حد هيشوف الحاله دي مستحيل يقول انها عامله اسنانها، لا. لونها شكله طبيعي، لون شكل اسنانها جميل، مفيش اي مشكله فيها خالص. فدي ردا على سؤال حضرتك، دي حاله غيرناها كانت عامله حاجات قديمه. كيف ترى الصراع ما بين التركيبات الثابته والزراعه؟ هل في صراع؟ شفت انا عملت صراع بين الحاجات؟ صراع ده، صراع ما بين التركيبات الثابته والزراعه ودكاتره علاج الاعصاب او علاج الجذور. ليه؟ ان هو بقى في دلوقتي بيبرز كتيره نازله ان لو، بس طبعا ده مش صح يعني، بس ناس كتيره قوي في مدارس طب اسنان في العالم بتتكلم ان لو عصب اتكشف شيل السنه وازرع بدلها. ده خلي بالك، ده بيعكس لك قد ايه بقت عمليه زراعه الاسنان سهل. ولكن انا زي ما قلت حضرتك، احنا اهم حاجه نشخص الحاله، ايه المشكله، واكوردنج اهم الجول بتاعنا او الهدف بتاعنا، ان احنا ازاي نبقى التدخل، يعني التدخل بتاعنا كونزرفاتيف. تمام. ما نروحش للحاجات، ما نروحش للجراحه قبل ما نعمل تركيبه الاول. فاحنا دلوقتي التركيبه او التلبيس بتاع السنان، لو في سن معمول له علاج عصب، لو سن مكسور تمام ونقدر نعمل علاج عصب ليه كويس وينجح،
نقدر نحط دعامة في الجدر ونبني عليها الكراون، ده أحسن شيء. طيب الخطوة اللي بعديها لو لا يصلح فيها علاج العصب والسنة مكسورة نازلة تحت اللثة جامد وهتأثر لي، أو في مشكلة في اللثة وعظم الفك اللي ماسك السنة، فإحنا كده بقى عندنا ما عندناش غير خيار إن إحنا نخلع المتوقي من السنة. طيب خلعنا بيجي تو أوبشنز، الجسر أو اللي هو البريدج الكوبري والزراعة. طبعا الكوبري ده دلوقتي انسى بقى خالص، ما بنعملوش غير في حالات لا يصلح فيها الزراعة، ودي بقت حالات قليلة جدا. ممكن تكون حالات يعني هنقول عليها حالات طبية مش حالات نتيجة طب الأسنان، ممكن يكون حد عنده سكر عالي مش كنترولد مش قادر ينظمه، نتجنب في الوقت ده، أو الضغط برضو العالي قوي نتجنبه. ممكن يكون عنده مشاكل في القلب بنخاف في حالات معينة، طبعا مش كتيرة، ولكن زي ما قلت لك دلوقتي في 80 أو 90% من الحالات نقدر نعمل لهم زراعة، يبقى نسبة 10%. 10% دول ما نفعلهمش الزراعة، بنبدأ نفكر تاني في الكوبري والبريدج. خلي بالك النسبة دي اتعكست، يعني النسبة دي من 15 سنة كنت أقول لك لا ده الكوبري ده الزراعة دي ابعد عنها خالص، لا مش كويس، ما كانش لسه في التطور الشديد اللي موجود دلوقتي في عالم الزراعة. زراعة الأسنان بتاخدش يعني زرع السنة بياخد 10 دقايق ربع ساعة على الكرسي وخلاص، تمام، ولا بقى عمليات ولا الكلام ده كله. فهي دايما الخيار لخلع السن هو الزراعة رقم 1 و2 و3، يجي رقم 4 هو البريدج أو الجسر أو الكوبري، رقم 100 اللي هو التركيبة المتحركة دي الحقيقة بطلنا خالص. طب التركيبات الثابتة يعني وانت بتبص لها دلوقتي موقعها ايه الجغرافي؟ هي الجغرافيا دلوقتي بتاعتنا كلها طبعا. طبعا تركيبات، هقول لحضرتك التركيبات الثابته هي دلوقتي الموجوده، يعني متهيألي لا تبقى غير نسبه 1% اللي هو بقى حد سنه كبير جدا ميديكال، يعني عنده مشاكل غير طبيعيه في مشاكل صحيه مش مشاكل الاسنان، العظم عظام الفم متاكله تماما، بيبقى في ناس عندها شاشه عظام رهيبه ومتاكل العظام، ده ما بقدرش، لازم ان انا اعمل له حاجه متحركه ويا تظبط يا ما تظبطش يعني الحقيقه. تمام، بتبقى الحقيقه حالات قاسيه جدا، ولكن الحمد لله نسبتها بقت قليله جدا دلوقتي. اللي حط تركيبه ثابته تنصحه بايه؟ زياره طبيب الاسنان كل 6 شهور. اي مشاكل يشوفها على اللثه او اي نزيف في اللثه لازم يراجع عند طبيب الاسنان ده على طول. دي الحاجات اللي هي المهمه قوي. تنظيف طبعا الاسنان اللي هو التنظيف اليومي بتاعه، بالنسبه يعني غسيل الاسنان بالفرشه والمعجون الدنتال فلوس، الحاجات دي كلها، دي الحاجات دي اللي هي احنا بنقول عليها الميجرز الطبيعيه، او اللي هي التعليمات اللي بنديها للمرضى. وكل المرضى دلوقتي بقوا اوير الحقيقه، او كل الناس دلوقتي بقوا عارفين كويس قوي ازاي يهتموا بالاسنان. طبعا في نسبه لسه، ولكن النسبه الاكبر او النسبه الغالبيه يعني الغالبيه العظمى عارفين الكلام ده دلوقتي. فاحنا بنقول يعني الغسيل الأسنان الدوري المطلوب، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 شهور مش كل سنة. وزي ما قلت لك أي مشكلة يشوفها يراجع طبيب الأسنان، ما يستناش لما تكبر، ما يستناش لما تتكسر أو تتقطع تبقى المشكلة هي أكبر. أنت مين التكنولوجيا اللي أنت شايف أنه لا غنى عنها الآن في تجميل الأسنان؟ التكنولوجيا اللي لا غنى عنها هقول لك أنا، يعني مثلا ما قلت لك تجميل الأسنان ده كلمة مشتقة من تركيب الأسنان، فإن إحنا نقول لا غنى التكنولوجي اللي لا، أنا بقول منظومة العمل كويس، بقول التيم ورك ده أهم حاجة. يكون استشاري لسه موجود معاك، استشاري علاج العصب موجود معاك، استشاري التقويم موجود معاك، هي دي أنا، دي مش تكنولوجي، أنا بقول التيم ورك اللي موجود لا غنى عنه عشان تقدر توصل ل تركيبات من الناحية التجميلية، وأهم من الناحية التجميلية إنها فانكشنال، يعني هي بترجع الفم لحالة صحية تقدر تاكل وتشرب وتعيش حياتك الطبيعية، أهم عندي من التجميل. لكن الأجهزة الأشعة المقطعية السيرك، أقول لحضرتك الحاجة كل الحاجات دي خلاص ده تكنولوجي، ده خلاص إحنا متعودين عليه. يعني أنا دلوقتي المقاس العادي ده باخده في حالات قليلة جدا، متعود خلاص على السيرك. تمام، نبدأ نشوف الديزاين، أوكي تعمل لي المانينج، تجهز لي الحاله في عدد ساعات قليل جدا، طبعا ما اقدرش، مش هضحك عليك ما اقدرش استغنى عنها دلوقتي. تمام، الاشعه المقطعيه دي عملت معانا فرق كبير، زمان ما كانش
مش كل دكاتره الاسنان تقدر تقرا الاشعه المقطعيه فما بتجيبهاش، ما كناش محتاجينها قوي. لا دلوقتي انا ما بشوفش الحاله غير لما اشوف الحاله الاشعه المقطعيه والاشعه العاديه بتاعته عشان اشخصه، ولو كانت جاي في اتفه الاسباب جاي يعمل تبييض اسنان انا اشوف الاول الحاله ممكن يطلع لي حاجه تمنعني ان انا اعمل تبييض اسنان لهذا الشخص، اللي هي اسهل شيء بنعمله تنظيف الاسنان، ممكن الاقي حاجه او لا تتحول لدكتور طبيب اللثه انا ما اعملهاش ان هيبقى فيها مشكله، او مش انا يعني الدكتور اللي هو الهايجين المسؤول عن تنظيف الاسنان العادي الدوري اقول لا ده ما يتعملش هنا، لا ده استشاري اللثه هو اللي يشوف المريض ده وهو اللي يبدا يعمله التنظيف ان في مشكله في اللثه. تمام. المشاكل دايما ان انت لما ما بتشخصش بيجي حد يطلب حاجه دكتور لسه ما عندوش خبره طويله يجي يشتغل ويعمله مشكله كبيره. تمام. وبقيت انت السبب وانت المسؤول عن المشكله اللي حصلت للمريض. فزي ما بقول لحضرتك اجهزه التشخيص اللي موجوده دلوقتي السيرك والديجيتال ده طبعا ده عالم، ده هو ده العالم بتاع تجميل وتركيبات الاسنان الحقيقه دلوقتي. فهي منظومه متكامله لا غنى عن اي شيء. انت نورتني شكرا. ربنا يخليك. سعدت بهذا اللقاء الممتع جدا ومتشكر على زيارتك رغم مشاغلك ورغم ضيق الوقت الموجود، انك انت مقسم وقتك تقسيمه صعبه جدا فالله يكون في عونك، لكن متشكر جدا على هذه الزياره. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور احمد حبشي، طبعا استشاري امراض استشاري التجميل وعلاج طبعا الاسنان ورئيس مجلس اداره كلينيكا جويل، مؤسسه علميه مهمه جدا جدا، مؤسسه علميه و يعني بنظام عالمي معموله على نظام متقدم للغايه من ناحيه التنظيم، من ناحيه تقسيم العمل، من ناحيه الاهداف بتاعتها. دي حاجه محتاجين نقعد قدامها شويه نفكر ازاي نعمل مؤسسات علميه من هذا الطراز في مصر في مختلف الفروع. النهارده بنتكلم على التجميل كفكره، في فروع تانية كتيره جدا تحتاج الى هذه النوعيه من المؤسسات، عالم الاخصاب، عالم الذكوره، عالم البطنه، عالم امراض الدم، عالم العيون، في موجود في مصر هذه المؤسسات، محتاجين بس القاء الضوء عليها. نورتنا دكتور احمد وسعيد بهذه. ربنا يخليك يا دكتور، خليكم دايما معنا سهلا. الشرخ الشرجي مشكله طبيه في منتهى الاهميه، النهارده نتكلم عليها بالتفصيل. والشرخ الشرجي هو قطع جيف المنطقه المغطاه اكتر بالمنطقه الاكتودرم. الكشف الظاهري هو اكتر شيء بيخلينا نقدر نشخص هذا الشرخ. البواسير تصيب كبار السن. لا، مين اللي قال كده؟ البواسير تصيب كبار السن وتصيب صغار السن. احنا شعب اكيل، شعب يحب ياكل، شعب يحب يلخبط، فبيكون النتيجه خروج البراز بشكل صلب. الليذر هو العلاج الامثل لمثل هذه الحالات. تاثيرمي اذا بيقلل الالام بنسبه محدده. بالظبط. اه. مع الأسف ما بتبقاش نسبة كبيرة، 50%. 50%. أصل البواسير الخارجية توجع. ليه؟ زي الشرخ. الشرخ الشرجي كان بيوجع لأنه قطع في جلد. من حق العيان إن يجيب له أحدث شيء في الدنيا، من حق العيان إنه بعد العملية يقول لك أنا مستريح. الدكتور وائل متولي، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات أمراض الشرج والمستقيم بالليزر، عضو الجمعية الملكية للجراحين، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، عضو الجمعية المصرية لجراحات الشرج، مدير مركز اليوسف الطبي لجراحات اليوم الواحد، مؤسس عيادات ألوكيور كلينيك لعمليات آلام الشرج بالليزر. اهلا بكم. النهارده لقاء خاص جدا وضيف خاص جدا الحقيقه. الموضوع بتاع النهارده متعلق بتصرفات الانسان بيعملها كتير غلط، طريقه اكل غلط. يعني ناس كتير قوي على فكره بتهمل ان يكون عندها
امساك مزمن. والامساك المزمن او الكرونيك كونستيبيشن ده دي منطقه طبيه بعتقد انها بتتعامل في مصر او بيتم التعامل معها في مصر احيانا بكثير من التطنيش، ويكون الفاتوره والثمن غالي بعد كده. طبعا التطنيش ده يشمل بقى ان انا امساك مزمن اساسا مطنش الموضوع، مش واخد بالي اساسا ده كنت مشغول لان سرعه الحياه بقت رهيبه، او ان انا كل اللي هعمله ان انا هروح صيدليه ادور على ملين واخده بدون اي استشاره طبيه. فالثمن بعد كده بيكون انه قد يحدث شرخ شرجي. كمان الاسهال المزمن بيلعب نفس الدور، الولاده ومشاكلها تؤثر وتؤدي لنفس المشكله. الشرخ الشرجي مشكله طبيه في منتهى الاهميه النهارده نتكلم عليها بالتفصيل. والنهارده هنشوف مش بس الاعراض والشكل المرضي والمضاعفات، لا هنتحدث عن اسلوب علاجي اعتقد انه نقل هذه النوعيه من التداخلات الى منطقه تانية خالص. دايما الليزر، دايما الحديث جدا في عالم التداخلات بيبهرنا لانه بيخلي عمليات الاستشفاء منها بيقعد كان شهور او يعني اصح ايام طويله، لا بيكون اقل من كده كتير دلوقتي. الحقيقه النهارده ضيف عزيز عليا جدا لانه يعني صداقه عمر وبتشرف بهذه الصداقه، والنهارده قبل دعوتي انه يكون معايا. ياما اتزاملنا في حاجات كتير لكن النهارده بقى اول مره نتزامل على نفس المائده قدام الشاشات. اسمحوا لي ارحب بضيفي وصديقي العزيز استاذ الدكتور وائل متولي، استشاري الجراحه العامه والمناظير وجراحات امراض الشرج والمستقيم بالليزر، وعضو جمعيه الملكيه للجراحين الملكيه الاوروبيه لجراحات الشرج وكذلك المصريه لجراحات الشرج، ومدير مركز اليوسف الطبي لجراحات اليوم الواحد، ومؤسس عياده الوكيور كلينيك لعمليات الام الشرج. اهلا بيك دكتور وائل. وسعيد جدا بجد، انا سعيد حبيبي. صداقة عمر حقيقة. يعني حقيقة. يعني احنا نعرف بعض من حوالي 20 سنة او 18 سنة اكتر، بس انا موافق على الرقم ده عشان ما نكبرش نفسنا شوية. فهي فعلا زمالة عمر. يعني النهاردة انا هبدأ الاول بسؤال كلاسيكي، الشرخ الشرجي ايه هو؟ اشرح لنا ديفينيشن بتاعه. الحقيقه الشرخ الشرجي انا عشان اتكلم عنه انا عايز اوضح جزء يمكن بيغيب عن البعض. ربنا سبحانه وتعالى لما نشا قناه الشرج هي 4 سنتي طولها، 4 سنتي الجزء السفلي منها ده بيبقى من الجلد المحيط بالشرج. يعني دي مفاجاه شويه ان الجزء السفلي اول 2 سنتي من القناه الشرجيه اللي بتمثل 4 سنتي ده جلد. طب جلد جه منين؟ اثناء الامبريولوجي او اثناء تطور القناة الشرجية الجلد المحيط بالشرج هو اللي بدأ يدخل لجوه بعمق 2 سنتي مع بقية القناة الشرجية اللي هي متغطية بالغشاء المخاطي بدأت تتصنع القناة الشرجية. ما بينهم خط رفيع قوي دقيق اسمه دينتيت لاين، أو خط احنا كأطباء بنبقى عارفينه. من هنا بقى تبدأ تظهر الأمراض بالظبط، زي الصورة اللي قدامنا دي. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح ان القطع او الشرخ الشرجي هو قطع جه في المنطقه المغطاه اكتر بالمنطقه الاكتوديرم او منطقه الجلديه. يمكن كتير من صغار الاطباء يغلط فيها او يقول لك المخاطيه او المنطقه الغشاء المخاطي، لا هي ممكن تمتد للغشاء المخاطي لكن هي منطقه جلديه. طب هي فرقت في ايه؟ يعني المعلومه دي فرقت في ايه مع الساده المشاهدين؟ ان دي منطقه جلديه، الاعصاب عاليه جدا في المنطقه دي، ومن هنا نبدا بقى نستنتج ان الشرخ اللي موجود عند العيان مؤلم جدا، عكس البواسير لما نتكلم فيها في حلقات تانية. هتلاقي ان البواسير عشان بتطلع من فوق البواسير الداخلية بتبقى مش مؤلمة. الحقيقة الشرخ الشرجي هو قطع بيجي في المنطقة السفلى للقناة الشرجية. القطع ده 90% منه بيبقى خلفي و10% بيبقى أمامي، وغالبا الأمامي بيبقى مع السيدات زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة قلت ان ممكن تحصل مع الولادة. وضع الست أثناء الولادة، وضع الست أثناء الولادة وأثناء عملية الاسترين أو عملية الحزق بتاعتها أثناء الولادة، أنا بتكلم على الولادة الطبيعي، البراز الصلب بيخرج لدرجة أنه بيقطع الجزء الأمامي. ولو افترضنا مع المعظم باستثناء قصة الولادة، لا خروج البراز الصلب خصوصا، إحنا شعب أكيل، شعب يحب يأكل، شعب يحب يلخبط ما ينظمهاش،
او ما ينظمش المنطقه الغذائيه بتاعته او منطقه الاخراج بتاعته، فبيكون النتيجه خروج البراز بشكل صلب. يبدا خروج البراز بشكل صلب يبدا يقطع في الشرج ويتعب العيان زي الالستريشن او الدايجرام اللي قدام حضرتك. زائد طبعا السيدات لما قلنا اثناء عمليه الولاده هنا بقى الشرخ الشرجي والقطع بيبداوا يحصلوا. كيفيه الحدوث برضو لو احنا فوتنا حاجه لازم نبينها هنا، والنوع يعني برضو الخط ده هل بيلعب دور في التنويع بتاع الشرخ الشرجي؟ الحقيقه الخط ده هو مش بيلعب دور في تنويع الشرخ الشرجي، لان الشرخ الشرجي دائما هو اسفل هذا الخط، ولكن بيلعب دور مع امراض البواسير اللي فوقه اسمها بواسير داخليه واللي تحته اسمها بواسير خارجيه، وهتكلم عنها في حلقه تانية عشان الساده المشاهدين يبقى فيه استفاضه لحدوته البواسير دي. ولكن على مستوى الشرخ الشرجي النهارده لا، هو الشرخ الشرجي هو قطع بيجي تحت هذه المنطقه دائما. وهنا بقى ااكد معلومه تانية، المنطقه دي الدوره الدمويه فيها ما بتبقاش قويه، علشان كده القطع ده نسبه التئامه بتبقى ضعيفه. ومن هنا بدأنا نقسمه، مش مع الخط ده، بدأنا نقسمه إلى شرخ حاد أو بنعتبره شرخ حديث وشرخ مزمن. الفرق ما بينهم ممكن يتراوح ما بين شهر أو شهر ونص، ماكسيمم 6 أسابيع. 6 أسابيع دولت يا دكتور أيمن علشان يبدأ العيان يفكر ويقتنع ويتأكد إن عنده مرض في الشرج، بيكون يتحول من الحاد إلى المزمن. فترة صغيرة جدا. الفترة دي زي الشرخ اللي قدامنا في الصورة ده شرخ مزمن. الشرخ المزمن الفرق ما بينهم كان 6 أسابيع. مشكلتنا في مصر أو في العالم العربي كله، إحنا شعب خجول. الخجل أدي رقم واحد. ال 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 الكسوف أو القرار بأنه يكشف، العيان بيفكر مليون مرة قبل ما يكشف. ثقافتنا بتخلينا نمر على معظم الصيدليات ناخد جميع أنواع الأدوية وما بتخفش، وهنا العيان ما بيبقاش مصدق أن عنده شرخ أو عنده مرض شرجي، مش مصدق يا دكتور أي، لحد ما يبدأ يتحول للمزمن ويطلب مننا هنا العلاج بالأدوية. لو كان جبن الأول كان علاج الأدوية هيبقى أبسط بكتير. الأنواع إذن حد ومزمن، ولا في طريقة تانية لأننا نوع؟ لا لا، هي طريقة الحد والمزمن. وطبعا المزمن لأنه بيبقى مزمن مع العيان عمره كله، فلك أن تتخيل حتى لو العيان فضل مستحمل الشرخ ده بألامه بيحصل حاجة اسمها أكيوت أون توب أوف كرونيك، يعني حد فوق الإزمان بالظبط. ويجي العيان اول اوف صادن مره واحده بالام عنيفه جدا في الشرج. فهنا بنقول، ولما بيجي لنا بنقول له انت عندك التهاب حاد فوق الالتهاب المزمن ده كمان، ونضطر طبعا نبدا نتعامل بكريمات ومراهم وادويه، ولكن لا استجابه. الاستجابه مع الاسف للمزمن. انا لو استاذنت حضرتك تعريف الشرخ المزمن، حدوده متليفه. التليف ده معناه ان مفيش دوره دمويه. كتير من عيانيني لما بيجوا لي العياده، حتى صغار الأطباء اللي بندرس لهم، بنعرفهم إنك لازم تعرف العيان إيه الشرخ الحاد والمزمن بطريقة بسيطة قوي. كلنا بيجي لنا قطع في شفايفنا، كلنا. القطع ده ممكن في بدايته بشوية كريمات يخف، الدورة الدموية للشفة بتاعتنا قوية جدا بيخف، لكن لما بيتحول لمزمن، حضرتك لو تعرف أو تتذكر، مهما اتحط عليه كريمات أو أدوية مجرد بتقع، إلا لو بدأ العيان لوحده يبدا يشيل الحدود المتليفه حتى ولو باسنانه، تبدا تخف والدوره الدمويه لشفافه عاليه قوي. لو خدت حضرتك رحله صغيره بس لتحت مكان الشرج، هتلاقي الحدوته تقريبا مماثله. ان الشرخ في اوله طول ما هو حاد الادويه يا جماعه بتجيب نتيجه هايله، بس اتفقنا 6 أسابيع. نظرا ان العيان بيتخطى 6 أسابيع واصبح الشرخ مزمن، هنا مع الاسف بنضطر ان احنا نشيل الجزء المتليف ده، لازم نشيله، انتهى. وهنا اصبح التطور بقى من أيام زمان لحد النهاردة بنعمل إيه لعلاج هذا الشرخ. بالإضافة لمعلومة مهمة، أي قطع تحت عضلة، أي قطع في جلد أو غشاء مخاطي تحت عضلة، خروج البراز بيخلي العضلة دي يحصل لها نوع من أنواع الانقباض. لو العضلة انقبضت، هنا الدورة الدموية اللي داخلة للشرخ العضلة بتنقبض عليها، حضرتك متخيل؟ بتقل. برافو عليك. فطبعا نظرا ان الدم بيقل، يوم حتى لما بنيجي كجراحين نتعامل مع الشرخ لازم اتعامل مع العضله كمان، لازم ارجع تاني اعمل ارتخاء، علشان ارتخاء العضله بيعمل اندفاع للدوره الدمويه، ومن هنا يبدا الشرخ المزمن يجيب استجابه كويسه. اذا هدخل للتشخيص قبل العلاج.
التشخيص هل في وسائل غير الفحص الإكلينيكي للتشخيص ولا هو الفحص الإكلينيكي؟ الحقيقة مع أول الحلقة أنا قلت إن القناة الشرجية 4 سنتي والمشكلة كلها في أول 2 سنتي، فعلشان كده الكشف الظاهري هو أكتر شيء بيخلينا نقدر نشخص هذا الشرخ، خصوصا إن الشرخ الحاد والمزمن، المزمن فيه خاصية كأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا إشارة كأطباء نعرف بيها إنه تحول لمزمن، يبدأ تكون زائدة جلدية. بعض برضو صغار الأطباء بيعتقدوا إن دي بواسير، لا دي مش بواسير، دي زائدة جلدية ملحقة بهذا الشرخ المزمن، بتدينا انطباع إن ده شرخ مزمن، ولذا ما فيش أي تدخل لتشخيص الشرخ غير عن طريق الكشف الظاهري. وممنوع، وأنا بأكد لأنها مختلفة عن مرض البواسير، ممنوع أعمل حاجة اسمها بي آر أو فحص شرجي أو أدخل بإيدي علشان أدخل للقناة الشرجية، ده ممنوع. إن هيزيد الشرخ. برافو عليك، هيزيد. وأستعين كمان بحتة هيزيد دي في مشكلة مشهورة قوي يا دكتور أيمن، شفت حضرتك قلت إيه في المقدمة؟ قلت العيان النهاردة بيجري على الصيدلية ياخد أدوية وملينات، النهاردة أول ما العيان بيدخل على الصيدلي هو ما بيعرفش عنده شرخ ولا بواسير، بيقول له اديني مرهم، اديني اي حاجه، بيكتبوا له ايه؟ بيكتبوا لهم لبوس. لبوس، اللبوس كويس بس للبواسير، لكن لبوس اللي هو اخواتنا العرب بيسموه تحاميل، اللبوس ده تخيل بقول للعيان يوميا تاخد لبوسه تبدا تستخدمها، ايه رايك في الشرخ هيحصل له ايه؟ هيزيد بالظبط، هيبقى مشكله بالظبط. وهنا العيان ممنوع نقرب من الشرك طالما في شرخ، وعشان نعرف ده شرخ شرجي ولا بواسير يبقى الكشف الظاهري هو اللي لازم نستعين به. دايما الاسلوب العلاجي في الشرخ الشرجي تطور، يعني بدأ من ايه وصل لايه دلوقتي؟ الجراحة اول خط قديم قوي، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيشيلوا الشرخ الشرجي عن طريق الجزء المتليف لان هو ده اللي موصلوش دورة دموية، زائد ان بيعملوا عملية قطع للعضلة القابضة علشان يعملوا لها ارتخاء عشان الدورة الدموية تبدأ تزيد، بالتالي كده الكلام بسيط قوي. بس الكلام ده كله كان زمان بيتعمل بايه؟ بمشرط. فتخيل المشرط والنزيف اللي بينزل هيعملوا ايه غير انهم يحطوا شاشه باكه. طبعا التطور الحديث دلوقتي وما هو احدث، التطور الحديث هو استخدامنا لجهاز الدياسيرمي او بنقول عليه جهاز كهربائي بنعمل عن طريقه عمليات تردد حراري، بنشيل الحدود بحراره، اي حراره لوعاء دموي بتكويه. من هنا بدات العمليات دي تجيب نتيجه كويسه قوي. انا باكد، انا بحكي للساده المشاهدين يعني ايه جهاز اسمه دايثيرمي او تردد حراري. انا بشيل الاجزاء المتليفه عن طريق حراره. الحقيقه الاستجابه بتتم لما العضله القابضه بعملها كمان ارتخاء عن طريق هذا الجهاز. الدايثيرمي اذا بيقلل الالام بنسبه محدده بالظبط. اه مع الاسف ما بتبقاش نسبه كبيره، 50%. 50% بالظبط كده. طب ليه مش 100%؟ لان انا استخدمت في العلاج طريقه فيها حراره، فالعيان بيقوم بعد العمليه في بعض الالام، لا موجوده الام، انا بتكلم عن الدايثيرمي او التردد الحراري. المشكله يا فندم في حاجه، مع الطفره اللي موجوده في الليزر زي ما هتكلم عنها دلوقتي الالام بتقل بنسبه 90%. 90% بالنسبه للعيان بروميسنج، خصوصا ان تاني يوم تالت يوم الحالات دي خلاص تقريبا 100% بتنتهي مع ظهور الليزر. المشكله دكتور ايمن في مجتمعنا نظرا لان الليزر غالي شويه، قسطرته غاليه زي ما هوريها لحضرتك دلوقتي، ففي البعض بيعمل عمليات الدايثيرمي وبيطبطب على العيان وبالنسبه له دي اسمها الليزر، لا مش دي الليزر. فمن هنا بدات سمعه او بدات اشاعه كاذبه ان الليزر مازال فيه وجع. الكلام ده مش مظبوط. اللي فيه وجع الدايثيرمي، اللي فيه وجع الدايثيرمي التردد الحراري، التردد الحراري اللي هو مع احترامي الشديد ليه مش دي طريقتنا خالص في العلاج دلوقتي. طريقتنا هي احدث الاحدث، زي بالظبط ما خدنا دوراتنا بره ان الليزر هو العلاج الامثل لمثل هذه الحالات. اذا واحنا بنشوف جهاز الليزر، الليزر ميزته الاساسيه هو انه ما بيعملش نوع من الدمج الغير محدد، بيبقى دايما تاثيره محدد جدا، مش يعمل دمار واسع التكوين. احنا قصدنا ان احنا نشوف الجهاز، النوعيه دي من الاجهزه هي الجيل الاحدث، حجمها مش كبير جدا، حجمها متوسط، لكن جهاز معقد للغايه. الحقيقه هو جهاز معقد، انا بتفق مع حضرتك على كده، بس هو معقد للطبيب. دورتنا اللي اتدربنا كويس عليها وبدانا نهرب من موضوع اجهزه التردد الحراري، نكون واقعيين شويه، من حق العيان
من حق العيان ان يجيب له احدث شيء في الدنيا. من حق العيان انه بعد العمليه يقول لك انا مستريح. انا عايز اقول لحضرتك الليدر من الحالات اللي عملتها تقريبا العام ما بيكلمنيش. ما بيكلمنيش. مش ما عندوش مشاكل كويس. بالظبط. نو نيوز. نو نيوز جود نيوز. جود نيوز. بالظبط كده. الاساس عندنا ده. بالظبط. فالعيان ونس عملت له العمليه تاني يوم العام ما بيكلمنيش، انا عايز اطمن عليه. فخلاص. اتصل انا عليه حتى اخبرك ايه، ولا انا قاعد على الكافيه يعني. فالحقيقه النتائج بتاعته فعلا اصبحت نتائج مذهله. فكره الليزر ببساطه هو جهاز عن طريق اتصال كهربائي بيبدا يطلع اشعاعات معينه، او بنقول عليها نبضات. النبضات دي انا النهارده حبيت اجيب القسطره افرجها لحضراتكم. القسطره دي هي ليها جزء بيدخل جوه الجهاز، وعن طريق أشياء معينة أو أرقام معينة مدروسة بنبدأ نمسك القسطرة دي. القسطرة دي منها أنواع، أنا جايب عينة منها. القسطرة دي كل فكرتها اللي أنت حضرتك شايفها بسيطة قوي، لو بتكلم على دورها في الشرخ، وهنعتبر دورها في البواسير مع حلقة البواسير إن شاء الله عشان الناس تستفيد، لكن دورها في الشرخ بتعمل إيه؟ الجزء ده هو جزء ضوئي وإحنا بنستخدمها في العمليات، ويمكن أنا استعنت في فيديو من العمليات بتاعة الحياة وأنا بستخدم القسطرة دي. الجزء التب بتاعها ده بيطلع ضوء في الاول، عن طريق هذا الضوء بيبقى جايد ليا دليل. الدليل ده ببدا استخدمه بالفعل وببدا ادخل على الليزر. قدامنا هنا الليزر هيبدا اهو، دي البروب القسطره اللي انا ماسكها، ده الضوء يا فندم اللي بكلم حضرتك عليه، ده ضوء لسه الليزر ما طلعش، لان الليزر ماده مهمه قوي نحافظ بيها على عيوننا كمان. انا كطبيب بلبس نظاره اثناء التكنيك بتاعي. اي ليزر لازم يتلبس نظاره؟ اعتقد انا بتكلم على الاقل الليزر الخاص بالإينا الاوبريشن في مجالكم كله بيلبس. بالظبط. انعكاس ضوء الليزر على الطبيب متعب طبعا، حتى للحفاظ. انا جايب يا فندم كام نظاره، حتى للنيرس اللي معايا لازم احافظ عليه على عيوننا حقيقه. عموما استخدام البروب ده اول ما بنوصل للشرخ الشرجي احنا بنبدا نتعامل معاه ونخلي الحدود بتاعته المقطوعه. ما هو الشرخ الشرجي؟ قطع، شق بلغه اخواتنا العرب. هذا الشق بمجرد ما ببدا احطه عليه يبدا الحدود بتاعته المتليفه، لانه شرخ مزمن، يبدا يحصل لها نوع من انواع الدستركشن، كسر، وتبدا تلتئم مع خروج شعاع الليزر لغايه ما اوصل للزائده الجلديه. هنا بقى وانا ماسك الزائده الجلديه ببدا اطورها واحركها عن طريق هذا الجهاز. التيب الضوئيه دي بتطلع ريز باتجاهات معينه. كل قسطره حسب نوع المرض الشرجي اللي بتعامل معاه ببدا فعلا اكوي الشرخ الشرجي. انا داخل في الصوره الالستريشن اللي قدامي الانيميشن، تخيل حضرتك كل ما بخرج انا بكويه، بلس زائد الزوائد الجلديه كمان بنشيلها. اصبح كل المتبقي هو اني اعمل عمليه توسيع للشرج أو قطع للعضلة القابضة. مش قطع، هو استخدام الليزر هو خلى قطع العضلة القابضة شيء بقى بسيط جدا، ومفيش منه ريسك ولا مغامرة على العيان. لأن لو رجعنا للطرق القديمة العيان كان بيجي بعد العملية يقول لنا إيه؟ يقول لنا أنا الغازات بتهرب مني، أنا البراز بيهرب مني. وده زود القطع سنة، فالتحكم بدأ ما يكونش كويس. بالظبط. عدم التحكم، ودي كارثة مع الطرق القديمة، ومع كمان يمكن استخدام أجهزة الدايسيرمي لو الجراح مش دارس هو بيقطع العضلة ازاي. لكن عن طريق جهاز الليزر ماشين، وعن طريق الفيبر أوبتكس اللي بتطلع منها، وعن طريق أرقام محددة بالملي يا فندم، تخيل أقدر أوصل للعضلة وأقدر أقيس قوة انقباضها، وأقدر أعمل لها كمان عملية الارتخاء بدون أي إزعاج للعيان. فطبعا طفرة من الطفرات للعيان. وتحولت عملية الشرخ الشرجي إلى عملية إلى كثيرة الفوائد، أو بمعنى أصح وقليلة المضاعفات والركاب. حقيقي حقيقي. هو العيان ما فيش وقت، خلاص ما فيش وقت هياخده طويل قاعد في البيت، ما فيش مشاكل هتحصل، ما فيش أجازة طويلة هياخدها من شغل، كل ده مش موجود. بالظبط. وحاجة عايز أقولها لحضرتك، لما كنا في دوراتنا برا كان في جمله مشهوره قوي تقول ايه، يقول لك early return to work to gain money. بمعنى اعمل عمليه اقعد من الشغل 21 يوم وابقى ساعتها مرتباتي في العمل وقفت، ولا اعمل عمليه اخف بعدها بيومين واقدر ارجع للعمل بسرعه عشان اجيب ثمن العمليه اللي كانت اغلى شويه. money cost. برافو عليك. بالظبط.
نورتني واسعدتني حبيبي. وطبعا كالعاده يعني يعني رجعتني لذكريات زمان بقى اذا الشرخ الشرجي والاحدث في عالم هذا المجال الليزر موضوع مهم للغايه. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور وائل متولي، نورتني وشرفتني واسعدتني. اشكرك يا فندم، خليك دايما مع الناس الحلوه. احنا عندنا في الجامعه في ماجستير اسمه ماجستير تجميل الاسنان، تخصص علاج الجذور، هو تخصص دقيق. ميدل ايست بصفه عامه احنا بنتكسف من المرض، وهنتكلم على عيان مش عارف ياكل ومش عارف يتكلم وشكله متاثر جدا جدا جدا. في عالم الطب كله في ما يسمى الان بايره العمل الجماعي في العالم وفي مصر. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. المواطن المصري، المواطن العربي بيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطة وتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنة اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاترة. ده علم يقولوا دايما علينا في كل حتة في العالم، احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية، الوظيفة والشكل. عمل فردي لا أنت فاشل. الابتسامة دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصة، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معا، ولا أنا غلطان؟ احنا مستحيل هنعرف نحضر الأسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه، احنا اللي بنقرر. الحشوات برضو نفسها مش معموله من ماتيريال واحده، ترتيب الشغل ما بينها دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. أهلا بكم. الحقيقة في عالم الطب كله في ما يسمى الآن بإيرة العمل الجماعي في العالم وفي مصر. دايما كان المصريين يقولوا دايما علينا في كل حتة في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، الوضع مختلف تماما، وخصوصا في عالم طب الأسنان. طب الأسنان دلوقتي العمل الجماعي بقى فرض، بقى مفيش حد يقدر يقول ان انا هعمل منظومة ناجحة تتعامل مع مشاكل طب الأسنان ومشاكل المرضى الكبيرة جدا في مصر، واللي الحمد لله ان الشعب المصري بدأ والشعب العربي بدأ يتقدم جدا في ثقافة الاعتناء بأسنانه الا ما يكون في عمل جماعي. ضيف العزيز استاذ دكتور نور الدين مصطفى، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، وحشني جدا. وانت جدا جدا جدا. اسمح لي ان ارحب بنجوم وايتي. طبعا دكتور نور، صح؟ طبعا، طبعا. وايتي إيليت، مش انت سميته؟ عشان بننقل مستوى العلاج لمستوى جديد، فقررنا ان احنا نسميه وايتي إيليت عشان نقول احنا بنقدم خدمه لناس إيليت بشكل إيليت او بشكل متميز يعني. وطبعا الاول انا بقول ان انا محظوظ جدا إن ربنا أكرمنا وإن أنا بقيت مع فريق زي الناس دي. يعني أنا رأس مالي كله هو الفريق ده،
المواطن المصري المواطن العربي ربما لفترات طويلة أهمل في أسنانه، فبيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل طبعا ما يقدرش يحلها شخص واحد. الحتة دي عايزك تشرح لي شوية قبل ما ندخل في نقاشنا مع الفريق. طيب أنت النهاردة واحد بقى له 5-6 سنين ما جاش لدكتور أسنان، عنده التهاب في اللثة، احتمال يكون خلع أسنان، احتمال يكون عنده احتمال يكون محتاج تجميل. فبالتالي فكرة أنه يخش للدكتور يعمل له علاج اللثة ويعمل له التركيبات ويعمل له علاج العصب ويعمل له الزراعة، الفكرة دي عالميا خلاص ما بقتش موجودة. تيجي تعمل علاج عصب لسنة، بعد ما تعملها والكيس تدفع فلوسها تيجي تعملها تركيبات ما تنفعش. طب انت عملت ليه علاج العصب من الأول؟ علشان ما عندكش بلان أو ما عندكش الفريق اللي بص فقال لك دي ينفع تتعمل علاج عصب، وبعد ما تتعمل دكتور التركيبات قال لك لا دي ينفع تتعمل تركيبة. لأن لو ما تنفعش تعمل تركيبة يبقى هتحول الحالة كلها لمين؟ لدكتور الزراعة عشان هيخلع عشان هيعمل زراعة. يبقى أنت الحالة ما تفضلش تلف وتروح عند دكاترة كتير، هي في نفس المكان بيتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. اسمح لي ان احنا نناقش اعضاء من فريقك. على فكرة يعني انا اعتقد ان احنا هنعمل سلسلة مع الفريق طبعا، وهذه السلسلة النهاردة هناخد جزء، معلش هنتعبكوا تاني ونيجي تاني وناخد جزء، يعني هنعمل على الاقل 3 أو 4 حلقات والناس لازم تتفرج. انا بدعو طلبة طب الاسنان يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل دكاترة الاسنان الشباب يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل مرضى العالم العربي اللي عندهم مشاكل في اسنانهم يتفرجوا كويس جدا، لانه احنا هنقدم حاجه اسمها نموذج العمل الجماعي. لو ما لقيتش هذا النموذج للعمل الجماعي في اي حته في اي بلد عربي في طب الاسنان انت مش داخل مكان طب اسنان جيد، انا في رايي كده. تمام، هنبدا بضيف العزيز الاستاذ دكتور ماجد زهدي، استاذ مساعد التركيبات الثابته وتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور ماجد. اهلا بيك يا فندم، منورنا وسعداء بوجودك معنا النهارده. لكن انا طبعا عايز اسالك سؤال صعب قوي، وكان دايما الدكتور نور بيتكلم عنه في مطلع او في كتير من الحلقات، الخطه العلاجيه. هسالك الاول على الخطه العلاجيه، ايه المقصود بالخطه العلاجيه؟ هل ال دكتور ماجد المواطن المصري والعربي، وانتوا ليكوا سمعه ما شاء الله في المنطقه العربيه كويسه جدا، عنده ادراك للمعنى الكلمه دي، ولا بيدخل تقول له الخطه العلاجيه يقول لك ايه الكلام الجديد اللي انتوا بتقولوه احنا ما سمعناش عنه قبل كده؟ ما هو ده كلام بجد بقى. تمام، واحنا يمكن فعلا فكره التخصص دي من اكتر الحاجات اللي احنا كلنا بنؤمن بيها، لان زي ما حضرتك قلت محدش يقدر يعمل كل حاجه بنفس الكفاءه. بالذات انا هتكلم على الجزء اللي يخصنا اللي هو التجميل والتركيبات الثابته، ده علم. احنا عندنا في الجامعه في ماجستير اسمه ماجستير تجميل الاسنان، فده معناه ان احنا عشان نقدر نعمل تجميل بطريقه مظبوطه لازم الناس اللي تعمل الكلام ده يكونوا متخصصين في الجزء دوت. فاحنا هي دي الفكره، فكره الفريق ازاي ان يبقى في ناس متخصصين عشان يقدروا يوصلوا للنتيجه اللي المريض عايزها في الاخر. اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي ترضي المريض هي الخطه العلاجيه. طيب ايه مفهوم الخطه العلاجيه ديت؟ ان المريض من اول يوم هيجي لنا يتعمل له تشخيص كامل، بنشوف كل المشاكل اللي موجوده عند المريض، بتبتدي تتكتب بالترتيب، تبتدي تتحط ليها العلاجات المختلفه، بنبتدي نتناقش مع المريض بحيث ان احنا نقدر نوصل للحاجه اللي هو عايزها باسرع وقت وباقل مجهود او تعب ليه، مع الحفاظ على الاسنان. طب عشان نقدر نعمل الكلام دوت ما ينفعش تخصص واحد يقدر يعمل الكلام ده، ده لازم كل مجموعه التخصصات اللي هي تركيبات، تقويم، علاج جذور، علاج لثه. ففعلا زي ما الدكتور نور قال هي بتبقى خطه كلنا بنقعد وبنعمل النقاش بتاعنا عشان نوصل للخطه العلاجيه ديت، وبيتم ابلاغ المريض بيها قبل ما نبتدي الشغل. يعني اول ما بيجي لنا المريض وخلاص حطينا له الخطه العلاجيه، من اهم الحاجات ان احنا ناخد الابروفال بتاع العيان على الشكل اللي احنا عايزين نوصل له، عن طريق ان احنا نبتدي نعمل تصميم للابتسامه. طيب احمد محسن المدرس المساعد للتركيبات الثابته، واضح ان انتوا برضو عندكم حته انتماء يا احمد للفروع داخل بني مقرن. شوف بص ماجد قال لك ايه، ده فريق التركيبات الثابته احنا الجامدين، واخد بالك كلهم ايه واخدين الحته الاولانيه وبتاع، هنشوف بقى الفرق اللي جوه الفريق. انت صح كده؟ صح. انا بدات القط برضه حاجه. طيب قول لي بقى ايه 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 ال ايه ال 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 احنا هو بصلك الكوره في ملعبك في حته مهمه جدا، حته القرار النهائي في الخطه العلاجيه، صح كده؟ صح كده.
هو المريض لازم يكون فاهم ان احنا ما عندناش اسطمبة كل المرضى بتطلع نفس الشكل، وده الغلط اللي بيقع فيه تلات ارباع او معظم كاترة السنان. هو اسنان مرصوصة زي ما بتقول بكده، وصفها بسنان شيكلتس بيضة كله شبه بعضه، انت زي اخوك زي ابن عمك، وده غلط. هي الابتسامة بتبقى مصممة خصيصا ليك بابعاد بproportions بنسب معينة، لازم تبقى متقاسة كويس قوي. فعشان كده زي ما دكتور نور دايما يعني ماشيين بالسيستم ده، احنا المريض بيدخل، بعد ما بندخل بعد ما بتفق معانا على خطه التجميل بتصور صور من انجلز مختلفه، صور دي تبقى هاي ريزولوشن وديجيتال، وبتصور بالديجيتال عشان نعرف نعمل الديزاين، والمريض لازم يشوفه ويبقى عارف ان هو مخصص خصيصا ليه. الابتسامه دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل كله يبقى نفس الرصه، وده غلط. لازم المريض يبقى عارف زي ما دكتور ماجد شرح ان هيتعمل له ايه بالظبط. ما ينفعش المريض، طبعا رايه المهم وكل حاجه، بس المريض مش دكتور، المريض يوجه للصح لي. فالديزاين ده مهم قوي، المريض يشوفه يأبروف عليه، ممكن ناخد رأيه في حاجات معينة ونفهمه، حتى لو ليه تطلعات أكتر من كده بيبقى عارف إن في ليميتيشنز، في سقف للحاجات دي، فيبقى عارف أنا هوصل لشكل ده وإحنا نعرفه إزاي هيوصل له بأحسن طريقة ليه. عظيم. هنروح للدكتور محمد مصطفى أخصائي التركيبات الثابتة وتجميل الأسنان. ما زلنا مع فريق التركيبات اللي النهاردة يعني متصدر المشهد. انا بادئين بيه بس بادئين بيه بي على فكره كل الاقسام مهمه جدا جدا جدا، الدوري شغال ونشوف مين اللي هيكسب. المكسب الزملكاوي ماشي. قول لي بقى محمد، تجميل الاسنان اهميته كبيره في عالم الاسنان عموما، صح؟ مظبوط، تمام. التحضير والتحضير جزء مهم جدا في التجميل. مظبوط. يعني التجميل في عالم طب الاسنان ده راجل حاجه مهم، بس التحضير في التجميل هو حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معه، ولا انا غلطان؟ لا بالظبط كده، تمام. قول لي بقى، احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه، فاحنا لازم نفكر احنا عايزين نوصل لايه ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي، ونبتدي نحضرها بالطريقه المظبوطه بقى عشان نوصل لها بالطريقه المظبوطه، بحيث لا انا اقلل من التحضير بتحس الريستوريشن او الفاينل يطلع بالكي شويه او بارز قوي، ولا انا اشيل زياده من السن فاضطر اعمل علاج عصب ملوش داعي. تمام. على سبيل المثال مثلا عشان احنا بنبص على الديزاين، فتمام، فاحنا عندنا مثلا فراغات مثلا بسيطه بين الاسنان، عايزين نغير في لون السنه، نطول السنه حاجه بسيطه، فاحنا مجرد بنعمل تخشين للسطح الخارجي من السنه وبنحط عليها قشره تجميليه ونسيب السطح اللي جوه ما نلمسوش خالص. في بعض الاحيان ما نقدرش نعمل الفينيرز او العدسات اللاصقه التجميليه بتاعه الاسنان دي، فبنعمل التحضير ازيد شويه لما يكون السنان بارزه لبره، لو مثلا عندنا في حشوات كتيره في الاسنان فنضطر نعملها بروتكشن او حمايه اكتر بعد علاج الجذور، فبنضطر نعمل التحضير داير ما يدور حوالين السنه، بيبقى اكتر شويه من تحضير الفينيرز او القشور دي، قشور التجميليه البسيطه دي، وبنعمل كراونز عليها. تمام. هو ده بالنسبة لتحضير الأسنان، لازم نشوف عايزين نوصل الديزاين بتاعنا هيبقى عامل ازاي ونحضر أسنان على أساسه. طيب محمد، في التحضير المريض بيبقى متوتر جدا، يعني قاعد لأنه لسه ما شافش، وانت دلوقتي بقى ايه، هو كان جاي بمشاكل وانت دلوقتي في حالة التحضير اوريدي، ما كانش مفيش حلول لسه بانت، الدنيا لسه ما نورتش زي ما بيقولوا، ازاي بتعامل مع نفسية المريض في حالة دي؟ المريض عامه بيبقى شايف الشكل اللي هيوصله في الاخر قد ايه، وده بيبقى اكبر موتيف ليه اللي هو يبتدي الشغل او يبتدي العمليه التجميليه. بتوري له الحاجه طبعا، بيوري له شايف شكل الديزاين قبل ما يبدا، وشايف شكل التحضير بتاع الاسنان قبل ما يبدا، يعني عندنا صوره شكل تحضير الفينير او القشره تبقى عامله ازاي، وصوره ثانيه شكل تحضير الكراون، ومودلز كمان لشكل تحضير الكراونز بيبقى عامل ازاي، يعني فهو بيبقى متخيل الشكل اللي هيوصله هيبقى عامل ازاي. حتى احنا بعد ما نخلص التحضير في بعض الاحيان بندي المرايه للعيان يشوف شكل الاسنان بعد التحضير عامله ازاي، شوف هي تبقى بالظبط زي الصوره او زي الموديل اللي هو شافه قبل ما يبدا الشغل. عظيم. طب تعال نروح بقى للدكتور باسم محمود اخصائي التركيبات الثابته، ما زلنا في برضو التركيبات، صح كده؟ طبعا. كل اللي قاعدين الفريق ده كله تركيبات. تعال بقى خد بالك، يعني ما انا عارف ما التركيبات مسيطر. خد بالك. مسيطر. المواد الماتيريال دي، ده عالم وعالم رهيب طبعا، مظبوط. والناس وصل لها معلومات من خلالنا، بدأنا نتكلم على الزركونيا، بدأنا نتكلم على الإيماكس، بدأنا نتكلم على انا هنافسكم بعد كده، احكي لي على المواد. هو التركيبات الثابتة عموما ليها يعني مواد وماتيريالز كتيرة جدا، وكل ماتيريال ليها properties أو خصائص مختلفة عن التانية. For example مثلا في ماتيريالز
تتميز ان هي درجه لونها ودرجه الشفافيه بتاعتها شكلها بيبقى ناتشرال جدا. فدي غالبا بنعملها في في الاسنان الاماميه. وفي تركيبات زي مواد زي الزيركونيا دي بتتميز ان هي عندها قوه صلابه وقوه تحمل عاليه، فدي غالبا بنستخدمها في الاسنان الخلفيه. فلازم الدكتور المتخصص يبقى عارف خصائص المواد دي كويس جدا. يعني ما ينفعش ان يبقى الطبيب نفسه يبقى يعمل مثلا حاله زيركونيا، مع ان في دلوقتي ريسنت المونوليثيك زيركونيا ده ممكن نستخدمه انتيريوس، بس ما بديناش نفس الدرجه الجماليه زي زي الاي ماكس مثلا. بس لازم يبقى الدكتور عارف كويس جدا خصائص كل ماده في استخدامها، وادى زي ما دكتور محمد قال برضو ان كل ماده ليها طريقه تحضير معينه. يعني زي مثلا انا هعمل زيركونيا، فزيركونيا مثلا بتحتاج تحضير اكتر شويه من العدسات اللاصقه اللي بتستخدم زي الاي ماكس مثلا. فلازم ده بحر، ولازم الدكتور متخصص يبقى عارف خصائص كل ماده وكل ماده بنستخدمها في ايه بالظبط والكلام ده كله. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ انا هسال الدكتور وارجع لك نفس السؤال. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ مثلا انت شايف ان من الناحيه الجماليه هذه الحاله تستحق نوع معين من المواد، تمام، بس الراجل عنده عضة شديدة وبيعض أو عنده مشاكل فبيعض على أسنانه، حد يجي يقول لا ال 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 المادة دي مش هتستحمل مع الشخص دوت، فأرجوك غير حد من الفريق؟ لا مش حد من الفريق، ولا الدكتور ولا الحالة؟ الحالة نفسها ممكن تقول لو عندها صحة. الحالة ما احنا اللي بنقرر. وبنقرر انت شايف الفريق عامل ازاي؟ الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ الفريق الطبي الواعي بيعمل موديفيكيشن صح او ما بيتخض. في ناس اول ما يجي يشتغل ومش دارس الحاله كويس، اول ما يبدا يشتغل ويخش في الموضوع يلاقي الدنيا بدات تبوظ منه ومش عارف يلمها. لا، لما يبقى عندك فريق طبي دارس كويس وعنده خبره، وده مهم جدا. احنا عندنا ناس في الفريق ده عامله اكتر من 5000 حاله، فبالتالي خبرته اليدويه عاليه جدا. الخبره بتخليك وانت بتتعامل مع الحاله مطمن. دكتور فريد عماد الدين، دكتور فريد ازيك؟ فريد عندك سؤال مهم قوي بقى قوي، عايز اسالك على واحد من الاجهزه اللي كانت او احدثت حاله من حالات الثوره في عالم طب الاسنان. كان الاول اقصد بيه جهاز السيرك. جهاز السيرك احدث ثوره، لانه كان دايما الناس عندها تخوف انها تيجي طب الاسنان لاي سبب من الاسباب عشان الوقت. جهاز السيرك تحدى الوقت بقى، خلاص العيان يجي عنده مشكله جهاز السيرك بيصلح له وبيعمل له الحاجه وهو قاعد. فاحكي لي عن جهاز السيرك قد ايه افادكم. السيرك احد الانواع والاسامي التجاريه لفكره الكات كام نفسها. حضرتك تطرقت لنقطه ان موضوع الوقت والسرعه والكلام ده كله. طبعا الوقت والسرعه مهمين جدا ومن اهم الحاجات طبعا بالنسبه للمريض، بس ما ياثرش على حاجات معينه، حاجات معينه في صناعه التركيبه في وقتها. في لو احنا زي ما دكتور نور كان بيتكلم ان احنا في حاجات بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل بعض التعديلات في اللسة في الكلام ده كله، سرعه التركيبه مع اللسة والكلام ده كله مش بيبقى مظبوط. وهو ده بقى فايده فريق العمل والتيم بتاعنا اللي يقرر اللسة لا محتاجه نقعد شويه، محتاجه نستلم تاني يوم، محتاجه نستلم تالت يوم، الكلام ده كله. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه، انا ما فيش ثيرد بارتي او طرف ثالث معانا في الموضوع اللي هو المعمل. المعمل كان طرف ثالث بالظبط، هو لا شاف العيان، لا شاف وش العيان، لا شاف شفايف العيان، لا شاف التحضير اللي معمول، لان المقاس ده مهما كان دقيق، الجبس اللي هيتصب بيه المقاس مهما كان دقيق، التكنيشن او الفني المعمل مهما كان متمرس وكويس برضه مش هيبقى زي الدكتور اللي شايف الحاله ومحضرها. يعني انا بقعد بصور العيان وابتدي في الديزاين، دكتور محمد او دكتور ماجد او دكتور احمد محسن اللي حضروا وشافوا الحاله قاعدين معايا بيشوفوا احنا رسمنا هنا ايه، حضرنا هنا ازاي، عملنا ايه. كل القصه دي بتقلل اعادات التركيبات وبتحسن دقتها وشكلها والديزاين بتاعها. ده غير ان المريض بيشترك معايا، يعني المريض صعب ان انا اخده معمل اوريه له. حتى لو استنيت 3 4 ايام قبل المعمل يجيب لي الحاجه ويبص عليها، هو ليه؟ هو المريض يشوف الديزاين او التصميم بتاع الابتسامه اللي هو موافق عليه في الاول على ارض الواقع بس على الكمبيوتر بشفايفه بوشه باللسه بتاعته بالكلام ده كله، ويقدر يقرر من خلاله لا ده مناسب، لا يا دكتور طب ممكن نعمل شويه ادجستمنت. المريض ما بيبقاش الموضوع بالنسبه له سيرتن ومظبوط 100%، لازم يبقى عنده تغيرات، لازم ياخد راي الناس، لازم يستشير. وجود ده كله مع المريض
في خلال يوم او يومين يجي يشوف الديزاين، ابعته له باي سوشيال ميديا ابلكيشن او اي حاجه ان هو يشوفه ومن البيت يقرر ويعدل ويوريه لقرايبه ويوريه لمامته ويوريه، يعني ايا كان الكوميونتي اللي هي او اللي هيوريه لهم يوريه مراته بالظبط اي حد بقى لما الست دي جبت كل الناس مش عايزين مشاكل او خطيبته او بس. فهي بتبقى الموضوع ان العيان المريض يعني داخل معانا في القصه قوي، شايف قوي ومقرر قوي، وده بيقلل مشاكل استلام ومفاجاه استلام التركيبات بتاعتنا في الاخر. اسمحوا لي نرحب بضيف العزيز طبعا الدكتور محمد السمراء، استشاري تقويم الاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، اسم متميز وكبير. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. التقويم مهم، وسؤال يعني كلاسيكي جدا، متى نلجأ للتقويم؟ يعتقد البعض ان التقويم ما ينفعش للناس الصغيره، ايه رايك في هذا؟ او للكبير يعني او للناس الكبيره قوي ولا الصغير؟ لا، هو الحقيقه التقويم ملوش عمر محدد، لانه بيعالج مشاكل متعدده، مشاكل في الاطفال ومشاكل في الكبار، لكن هو عشان خاطر الواحد يبقى دايما في الجانب الصحيح لازم يبقى على طول يعمل متابعه مع المتخصص في التقويم من أول سن الطفولة، يعني من أول ما يبدأ الواحد يبدل أسنانه لازم يكون ولي الأمر مهتم بأنه هو ياخد ابنه أو بنته ويروحوا للمتخصص في التقويم. يعني نقول سن 7 سنين 8 سنين لازم يروح ويشوف، حتى لو هو مش ملاحظ أن فيه مشكلة، وفي بعض الأحيان بلاقي فيه أب وأم مش ملاحظين المشكلة أصلا، ممكن أتجنب عمليات جراحية لو عملت تقويم بدري. فكل الحاجات دي مهمة طبعا في مجال التقويم، في عالم التقويم. طيب دكتور مصطفى طه، سؤال مهم جدا، وهو طبعا استشاري جراحة الفم والأسنان ومدرس جراحة الفم والأسنان من جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا. سؤال يعني هيبقى مهم قوي عن مفصل الفك، هذا المفصل اللي مشاكله كتيرة جدا، برضو بما أننا نحن نتكلم عن التقويم، التقويم الجراحي عايزك تحكي لي عنه حاجتين مهمين. طيب حاجتين مهمين. اول حاجه مشاكل مفصل الفك، يعني الناس ممكن تستغرب ان الموضوع ده بقى منتشر جدا، احنا بنتكلم تقريبا من 15-20% من الناس المصريين او غير المصريين بيعانوا من عرض من اعراض مفصل الفك، بدايه من طرقعه وبيفتح وبيقفل بقه، بقه بيعلق مش عارف يفتحه كويس او فتحه مش عارف يقفله كويس، الام شديده مع الكلام مع الاكل، فده منتشر جدا جدا جدا. اسبابه متعدده وفيري كومن او شائعه جدا، زي لو العضه مش كويسه، وهنا ياتي دور التقويم، لو حد من هو صغير عضته مش كويسه دي ممكن تؤدي الى بعض مشاكل في مفصل الفك، لو بيجز على اسنانه الضغط العصبي، لو عمل حشوات او تركيبات مش معموله كويس، مش متراعي فيها المسافه بين الفك العلوي والفك السفلي، دي كلها حاجات بتؤدي الى مشاكل في مفصل الفك. علاجه برضو حاجات تتدرج من حاجات بسيطة جدا لعمليات كبيرة على حسب المريض ده جالنا بدري ولا جالنا متأخر. يعني احنا عادة بيبتدي معاه بحاجات اسمها نايت جاردز أو عضادات بتقلل الضغط على مفصل الفك، ممكن نطلع بعد كده لحقن بوتوكس، أو ممكن نطلع بعد كده لحاجة اسمها منظار على مفصل الفك، وفي حالات بسيطة جدا ممكن نحتاج نعمل تدخل جراحي. ده بالنسبة لمشاكل مفصل الفك. التقويم الجراحي بقى هو زي ما قال الدكتور سمرائي، في مفروض علاقه ما بين الفك العلوي والفك السفلي. عند بعض الناس بقى عندهم بروز جامد في الفك العلوي او بروز جامد في الفك السفلي، هنا مش بتكلم المشكله جايه من الاسنان، هي جايه من العظم نفسه، هنا بنحتاج ان احنا نعمل عمليه عشان نصلح البروز دوت. قرب المايك. نحتاج نعمل عمليه عشان نصلح البروز دوت، وطبعا برضو محتاج برضو التقويم معانا، يعني نحتاج التقويم يتعمل الاول عشان يحسن الوضع للعمليه ديت. اروح بقى للدكتور هيثم المعيرجي، يعني له شعبيه عندكم حلوه هيثم، وانا بعزه يعني الحقيقه. منور يا هيثم. دكتور هيثم هو طبعا يعني المتخصص في الزراعه وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، جزء بقى مهم قوي في وعيه الزراعه طبعا، يعني الزراعه مهم قوي، ازاي يعني دي حته تهمنا في البطنه، نتعامل مع الحاله الصحيه للمريض اللي جاي يعمل زراعه، اللي عنده نقص كالسيوم، راجل كبير في السن، كمان العظم مش كفايه، الحته اللي هي المشهوره قوي ودي بتخلي الناس على فكره تتاخر يا دكتور هيثم في نادي جيلك، ليه؟ يقول لك انا كبير في السن واعتقد ان حاله العظم عندي مش كويسه،
لان سمعت الدكتور نور قال انه حاله العظم مهمه وفقدان العظم ممكن يعوق قدام الزراعه يعني ويروح جايب. هو قال الجزء من الكلام وما كملوش، فانا عايز اسمع منك الصوره العامه لل احنا يعني بنشوف ان الموضوع مرتبط جدا ببعض. يعني احنا في ناس بتتعامل مع العيان على انه حجم عظم، وده مش حقيقي في الزراعه. الحاله الصحيه للمريض مهمه جدا. يعني دايما احنا بنأكد على الناس اللي موجودين في السنتر اللي بياخدوا الميديكال هيستوري من العيانين ان كل ديتيل وكل تفصيله في الحاله الصحيه للمريض، كل دواء بياخده. مثلا مثال بسيط، العيانين اللي عندهم تعرضوا لجلطات قبل كده دايما بياخدوا ادويه للسيوله، ممكن ياخد كذا نوع من الدواء. الادويه دي منهم ادويه بتشتغل على الصفائح الدمويه مثلا، منهم ادويه بتشتغل على عوامل التجلط، كل واحدة ممكن تأثر معانا بشكل مختلف. يعني ممكن يجي عيان يقول أنا باخد دواء للسيولة، باخد دواء يعمل سيولة. طب حضرتك هو إيه؟ لا ما عرفش. لا ما ينفعش ما تعرفش، لازم نبقى عارفين هو إيه وجرعته قد إيه وبيتاخد بقاله قد إيه. الحالة الصحية للمريض مهمة جدا. إحنا بنسميها مش موانع زراعة ولكن العوائق الخاصة بزراعة الأسنان أو بأي عملية جراحية عموما. العوائق دي منها عوائق طبية، حالة المريض الصحية، الحاجات اللي بتستدعي ان احنا نقدر نظبط حالة المريض الصحية عشان نقدر نعمله زراعة. هنراجع مع دكتور البطنة الأدوية بتاعته، ايه التحاليل المطلوب عشان نعرف العيان ده عنده سيولة زيادة ولا لا. مرضى السكر ازاي نقدر نتعامل معاهم. الغدة الدرقية اللي عندهم زيادة في وظيفة الغدة الدرقية او نقص في الوظائف او شايلين الغدة عموما، بالذات في العينين اللي احنا بنظبطهم عشان نعمل لهم عمليات كبيره تحت التخدير الكلي. ده جزء مهم جدا. انا بشوف انك تقدر تاخد دياجنوز الصحيح من العيان وتحط له خطه للعلاج واضحه، ده انت عملت اكتر من 50% من عمليات زراعه الاسنان. الجزء الثاني من الموانع اللي انا بشوفها هي اللوكال فاكتورز او الموانع الموجوده في الفم، ودي أنا شايف إن هي بتربطني ارتباط وثيق جدا مع دكاترة التركيبات دكتور أحمد محسن. طبعا اشتغلنا مع بعض حالات كتير، مش عايز أقول اسمه الحركي علشان وكل حد له اسم حركي طبعا. لا يعني مش كلهم، مش كلهم، مش فريق، مش هو محسن بالذات كده يعني. زي لعيبة الكورة كده بعد الهوى لما نعرف أسامي الحركة. دكتور محمد السمرائي طبعا. يعني دايما الموانع دي تكمن ان هي ممكن تتمثل عندي موانع في العظم وحجم العظم وكثافة العظم، وموانع في اللسة، جودة اللسة، طبيعة اللسة اللي موجودة. كل واحدة من دول بتستدعي ان انا اتدخل بشكل معين. او الحاجات الكومن جدا وبتعمل مشاكل جدا، المسافات اللي موجوده. انا يعني هشرح حاجه بسرعه كده ممكن تورينا قد ايه ممكن تعمل مشكله. عيانه جات لي عملت زراعه، يعني الدكتور قال لها انت محتاجه زراعه عظم، فزرعت عظم مره، وبعدين قال لها ده فشلت فزرعت عظم تاني، وبعدين زرع لها بعد كده زرع بعد تاني مره من زراعه العظم، ركب لها عليها سنه، اتصدمت لأن حجم السنة كبير جدا أكبر من السنة اللي جنبها، وكانت سنة أمامية اللي هي السنترال أول سنة. حتى هي بتقول لي أنا عدت عيط أول ما شفت السنة، فقلت له خلعها لي، فهو بيخلع السنة راح خلع السنة بالزرعة اللي كانت موجودة. كم من المشاكل رهيب. أول حاجة كان عندنا مشكلة في العظم وحجمه ما تعملش بشكل صحيح، لأن أنا اكتشفت أن المشكلة عندها في اللسة مش في العظم بداية. محتاجين الأول نرجع اللسة بشكل كويس عشان لما اعمل زراعه عظم تحمي العظم اللي انا هزرعه، فيبقى جوده العظم كويسه. وبعدين احط الزرعه اكتشف ان المسافات عندها فيها مشكله، حجم السنه او حجم المسافه اللي موجود اكبر من حجم السنه اللي جنبها، فبالتالي لما جه الدكتور يعمل السنه بقت اعرض من اللي جنبها. كان لازم ان هو يقول لها حضرتك ممكن تحتاجي تقويم عشان نظبط المسافات، وده الجزء اللي انا بتدخل فيه انا ودكتور سمرائي، ان انا اقول من العيام الاول انت محتاج تعمل تقويم عشان نظبط المسافات علشان نقدر نعمل سنان يبقى شكلها زي بعض، او ان انا اتدخل انا ودكتور احمد محسن او دكاتره التركيبات في ان احنا نعمل فينيرز او قشره تجميليه على السنه الثانيه فنظبط المسافات او نظبط عضه العيان. انا بشوف ان الدياجنوزس او الكشف على العيان ووضع خطه طبيه وان احنا يعني نظبط السيكونس الشغل ما بيننا او ترتيب الشغل ما بيننا، دي اهم حاجه في زراعه الاسنان.
كالعادة مميز يا هيثم. وعايزين نعرف دكتور أحمد محسن اسمه الحركي بس بعد هنروح بقى للدكتور إبراهيم الأباني أخصائي المتخصص في جراحة وزراعة الأسنان. وهسألك سؤال لأول مرة يمكن نسأله ونتكلم فيه بالتفصيل، الخلع الجراحي، وعايز أعرف إيه الفرق بينه وبين الخلع العادي، وبعدين بعد الخلع مباشرة هل هتسلمه للدكتور هيثم يعمل زراعة على طول ولا المسألة تبقى عاملة إزاي؟ طيب هو في الأول زي ما كان دكتور هيثم بيقول الموضوع بيمشي كسيكونس أو كتسلسل. أوكي. أول حاجة غالبا معظم حالات اللي بتتطلب خلع جراحي بيكون حالات دروس عقل مدفونة. أوكي. طيب دلوقتي أنا عايز أعرف هل الدرس ده محتاج يتخلع أصلا في الأساس ولا لأ؟ فبتدي أشوف المعطيات اللي قدامي، بنبتدي نعمل دياجنوزز أو بنعمل كشف. طبعا لازم يتعمل أشعة على الدرس ده، ولازم يتعمل في نفس الوقت كشف على اليونت أو على كرسي الأسنان عشان نقدر نحدد هل المشكلة فعلا جاية من الدرس ده ولا ممكن تكون مشكلة في منطقة مجاورة، بس الوجع زي ما بنقول حاجة اسمها referred pain أو الوجع ما أقدرش أحدد مكانه فين بالظبط. يعني المريض بيكون جاي لي أنا عندي وجع في المكان الفلاني بس مش قادر يحدد فين بالظبط. أوكي. فبشوف المعطيات دي وابتدي أحدد هل الدرس ده مثلا ممكن يكون عامل لي تآكل في السنة اللي جنبها، ممكن يكون مدفون عامل مشكلة قريبة من العصب أو حاجة، فبحتاج ساعتها تدخل جراحي إن أنا أخلع الدرس ده. بعد كده حضرتك كنت بتتكلم ان هل بعد الخلع ده ممكن نزرع ساعتها على طول بالظبط. على حسب الحالة. يعني لو بنتكلم في سنة تانية، في حاجة مثلا قدام او حاجة غير درس العقل، ببتدي اشوف المعطيات برضو اللي موجودة قدامي، ببتدي اشوف الحالة العامة للدرس ده. يعني ممكن نقول مثلا في دروس بتتخلع بس نبقى شايفين في الأشعة إن في تحتها مثلا كيس دهني أو تحتها خراج أو حاجة، فده بالتالي بيؤدي إلى إن الزرعة ممكن يبقى فيها مشاكل قدام لو اتزرعت في ساعتها. لكن فإحنا يعني بنضطر إن إحنا أو بنستنى شوية لغاية ما العظم يلم، بنشيل طبعا الحاجة الموجودة دي، العدوى الموجودة دي، سواء كانت خراج أو كيس دهني أو كده، وبعد كده بنسيب العظم يلم وبعد كده بنبتدي نقدر نزرع. لكن لو الحالة كويسة ومفيش فيها اي مشاكل وتسمح ان احنا نقدر نعمل الاميديت امبلانت ده، بنقدر نعمله. عظيم عظيم. هروح بقى للدكتور مصطفى انور، طبعا مدرس علاج الجذور والراجل البارع جدا وصاحب المهاره المشهود لها بالكفاءه دي حقيقه فعلا. يعني مصطفى من الناس اللي ايدهم رائعه جدا. فمعلش بقى هبقى متحيز لمصطفى. انا عملت تقويم ولا فانا خلينا ايه مصطفى قول. مصطفى شاطر جدا في الزراعه، في الجذور، في علاج الجذور اسف طبعا. وعلاج العصب. قول لي التقنيات الحديثه خدمتك قد ايه دكتور مصطفى في الفتره اللي فاتت وخلت علاج الجذور هذا الشبح المخيف؟ انت عارف الناس كلها بتخاف من علاج الجذور وده حاجه زمان. واقعيه يعني كان زمان. دلوقتي لا، في متعه، في بساطه، في لا بجد في حاجه لطيفه جدا في علاج. ان انت كنت خايف جاي محمل بتجربه ان انت حاسس ان انت هتتالم وبتاع طبعا. وبعدين الله، هو فين الالم؟ فين الالم؟ فين الالم؟ انت مستني اللحظه. في ناس والله بتيجي تاني يوم تقول لك اه دكتور انا ما اتوجعتش. انتوا عالجتوني يا عم ولا ايه؟ ولا تضحكوا عليا؟ فانا عايزك تشرح التقنيات الحديثه اللي ساعدتك. طيب ساعدت تعلم يعني علاج الجذور. اوكي، خلينا في الاول بس نقول ان تخصص علاج الجذور هو تخصص دقيق، وهو من التخصصات الدقيقة في طب مجال طب الأسنان. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا هو الاسم الدارج لي بالنسبة للمرضى هو علاج العصب أو حشو العصب زي ما بيسموه. فعشان بس لو فرض إن إحنا قلنا كلمة حشو عصب يبقى المريض فاهم إن هي أصل الكلمة أو الأصل الكلمة العلمية هو علاج الجذور. طبعا التقنيات الحديثة أو الأدوات الحديثة الموجودة أو الأجهزة الحديثة الموجودة في مجال علاج الجذور تبتدي أول حاجة بالميكروسكوب الجراحي لعلاج الأسنان. الميكروسكوب الجراحي لعلاج الجذور ده بيفيدني ان انا اقدر بدايه من تشخيص الحاله. برضو ارجع واقول انا معايا اداه تانية او جهاز تاني ممكن يفيدني، زي ايه؟ الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد اللي بتخليني ان انا اقدر اشوف الحاله واقدر ان انا تقريبا عالجت الحاله قبل ما ابتدي اصلا او انني ابتدي اشتغل في الحاله دي اصلا. طيب كشفت وعرفت وابتديت اشتغل، الادوات اللي بتساعدني في الشغل بتاعي عندي ادوات رفيعه جدا اللي هي المرضى بيحبوا يسموها الابر، وهي مش ابر ولا حاجه، اللي بتساعدني في تنظيف القنوات. كان زمان بنعملها بايدينا، دلوقتي بقى في حاجات
بخامات فيها مرونة أكتر عشان تمشي مع الانحناء بتاع الجذور، وفي نفس الوقت بتساعدني أنها تنظيف بسرعة شوية. وبعد كده وصلنا لحد حشو القنوات دي بطريقة حديثة شوية. دي كلها الحاجات دي كلها ساعدتني أن أنا أعمل علاج الجذور بدقة وكفاءة وفيها سهولة جدا من غير ما العيان يحس بأي ألم. علاج الجذور بقى ممكن في أكتر عدد قد إيه؟ يعني ممكن تقدر تعمل كم قد إيه في القعدة الواحدة؟ دكتور هيثم هيكلمنا في علاج الجذور بيتم في كم جلسة، بس هو يعني بيتم في جلسة واحدة. بتعمل في جلسة واحدة؟ جلسة واحدة. طيب عايز كمان يعرف أنا عدد، مش عايز أرد على السؤال عشان دكتور هيثم هيرد. عدد السنان اللي ممكن تعملها في نفس الجلسة، عدد السنان اللي ممكن تعملها في نفس الجلسة قد إيه؟ عملنا ريكورد قد إيه؟ لا عملنا ريكورد كتير، مش عايزين يتحس دكتور نور بس. لا 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 تقولش الرقم بقى، مش هنقول الرقم، بس احنا هقول لحضرتك احنا as long as ان العيان فكه او عضلات الفك مساعده ان هو يقدر يستحمل شويه، واحنا معاه مش هنقول لا، يعني as long as ان احنا قادرين ان احنا نشتغل والعيان قادر ان هو يشتغل والعيان مش حاسس بالم خالص خلاص why not. انت رقمك القياسي في قد ايه؟ مش عايز اتحسد بقى خلاص. لا بس خلاص بلاش الحسد. بلاش ارقام. طيب هنروح للدكتور هيثم صبحي طبعا ماجستير علاج الجذور، وبرضه ما زلنا في علاج الجذور، وبيعجبني جدا ان كل عيله عندك مع بعض يعني انا بسال يعني مصطفى يعني برضو ايه زي ما بقوله بالواسطه كده بالبتاع بزودت انا كده حته له، فقال لي لا انا عايز دكتور مصطفى. ماشي الدكتور هيثم قول لي الـ يعني برضو عدد الجذور ودور الاشعه المقطعيه اللي برضو يعني الدكتور مصطفى مر عليها، وطبعا دكتور نور يعني كلمنا على الاشعه المقطعيه الاشعه المقطعيه، وهل المكان اللي ما فيهوش اشعه مقطعيه ده يعني هل ده شيء يسيء له؟ ايه الفرق بين ان انا ما يكونش عندي اشعه مقطعيه ولا مش معترف بقيمه الاشعه المقطعيه؟ لا الاشعه المقطعيه لها دور مهم جدا في علاج العصب. ازاي؟ يعني انا العيان اول ما بيدخل لي ببص على الاشعه بتاعته قبل ما ابدا شغل، ببقى باخد فكره عن الانحناءات اللي في الجذور بتاعه السنه، عدد قنوات العصب اللي موجوده عندي في السنه او في الجدر ده، وده ممكن يكون احد اسباب فشل الحالات مثلا كتير ممكن تجي لنا من بره متحوله لاعاده علاج عصب، بنعمل ريتريتمنت في السنه او في الجدر ده. العينه تقول لي يا دكتور انا رحت عند اكتر من دكتور وبيقول لي حشو العصب كويس ما فيهوش مشكله، طب ايه سبب الالم اللي انا حاسه بيه ده؟ ممكن نبص على الاشعه بنقدر نعرف ايه سبب المشكله دي. ممكن تكون في قنوات عصب مش اصلا مش مفتوحه، الدكتور ما قدرش يوصل لها. في قنوات عصب يعني المتدارج ما بين ان المعروف ان الضروس بيبقى فيها 3 قنوات عصب، لا ممكن توصل معانا لخمسة او ستة، دي ما بتظهرش غير بالاشعه ثلاثيه الابعاد. السنه ممكن يكون فيها حاجه زي كراك او شرخ، ده مسبب فشل موضوع علاج العصب حتى لو كان معمول كويس. الحاجات دي كلها ما بنقدرش نتعرف عليها غير بالاشعه ثلاثيه الابعاد. ديت كم عدد الاسنان اللي ممكن نعمل فيها علاج جذور في الجلسه الواحده؟ الجلسة زي ما دكتور مصطفى الله حياتك، ما دام العيان قادر ان هو يفضل فاتح بقه من غير ما يشتكي من الفك نقدر نعمل عدد كبير. عظيم. ما زلنا مع عائله علاج الجذور، نروح للدكتور وسام الخولي اخصائي علاج الجذور وعضو جمعيه الامريكيه. والسؤال دايما عن الاجهزه، هل الاجهزه دلوقتي بدات تقول انا الموجوده انا الدور الاعظم ولا مهاره الدكتور؟ اكيد مهاره الدكتور، بس يعني ازاي نجمع الحاجتين مع بعض؟ ما انا مش مهاره لوحدها من غير اجهزه برضو. اكيد طبعا. ايه رايك؟ بص في البدايه يا فندم احب ارحب بحضرتك. الله يخليك يا فندم. دي اول حاجه. تاني حاجه فكرني يا وسام انت رحبت بيا، انت الوحيد الوحيد اللي وشكرك طبعا. اتكلم زي ما انت عايز. الله يخليك الله يخليك. انا قاعد بص يا وسام 6 اسئله هسالهم لك. الله يخليك. انت الوحيد اللي رحبت بيا. ربنا يبارك في حضرتك حبيبي. مبدئيا انا طبعا متحيز جدا لعلاج الجذور بما اني اخصائي فيه. زمان زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم، كان العيال لما يجي يقول لي ده انا عندي الدكتور في عمل شكيني كده، قاعد يشكيني بحاجات زي الابر. دلوقتي احنا عندنا التكنولوجي والتقنيه الحديثه كلها، والشركات كمان من غير ذكر طبعا اسامي بدات تتنافس في الحكايه دي، واحنا عندنا كل عيان والتاني بقى عنده. ما اقدرش ان اقول ان مثلا حضرتك عندك نفس القنوات العصبيه اللي عند دكتور نور اللي عند دكتور وسام، لان كل واحده هتختلف عن التاني، وده طبعا بيبان بالاشعه المقطعيه والمايكروسكوب زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم. فبالتالي الشركات بدات تعمل ايه؟ قالت خلاص لا انا عندي دبابيس دي حاجات قديمه، انا هبتدي اطور من نفسي واعمل اجهزه اوتوميد
بتشتغل، لا بس لازم يبقى الدكتور نفسه عنده خلفية كاملة وقوي في الحتة دي، انه لازم يحدث من نفسه، لان لو انا جبت الحاجات دي وانا ما عنديش الخلفية هعمل بيها ايه؟ مش هستفاد بيها، وكلها طبعا لمصلحة الدكتور ولمصلحة العيان في كذا حاجة. فبدأت الشركات دي تعمل ايه؟ تطلع حاجة اسمها الفايلات، الابر دي اللي هي الابر دي اسمها فايلز، بدأت تطلعها بمقاسات مختلفة تناسب كل مريض، بمعنى ان انا عندي مثلا القناة العصبية عند الناس الكبار بتبقى ضيقة شوية، الاطفال بتبقى واسعة جدا، فبتختلف المقاسات. فبدأت الشركات تعمل طب انا عندي قناة عصبية فيها كيرف، يعني كيرف فيها انحناء جامد، فبدأت الشركات تعمل ايه؟ تقول لا انا هطور من نفسي واعمل فايل يجيب اللي هو الابر دي بنفس الانحناء ده وبمقاسات مختلفة، وبتفضل مقاسات صغيرة لحد ايه ما تعلى بيها. طيب انا خلصت كل ده، عملت ونظفت والدنيا تمام والدنيا كويسة، هيفضل عندي الجزء الاخراني ان هو ان انا هقفل القناة العصبية دي ازاي، وده اللي هنعرفه من دكتور علي السنباطي. هروح للدكتور علي السنباطي بقى، قول لي يا دكتور علي، المواد المستخدمة اللي قال عليها الدكتور وسام ورملك الكورة كده، قال لك بقى الدكتور علي هيقول لنا المواد المستخدمة فيه تطورت ازاي، قول لي بقى تطورت ازاي. هي مواد حشو العصب اتطورت جدا، يعني بعد ما الدكاترة قالوا ان خلاص احنا نظفنا القنوات وكل حاجة، تيجي للدور المهم جدا زي ما الدكتور وسام قال، حوار تقفيل القنوات او حشو الجدر. حشو الجدر مهم جدا، لان غالبا بيبقى ليه نسبة كبيرة جدا في فشل او نجاح علاج الجذور بعد كده. يعني احنا دلوقتي بعد ما نظفنا بكل حاجة وتمام التمام، لازم ان احنا ننظف القنوات كلها، وبيبقى فيه قنوات فرعية للقناة الرئيسية. القناة الرئيسية ماشي احنا بنحشيها كويس وكل حاجة، لكن القنوات الفرعية دي هي بقى التقنية الحديثة دي اللي طلعت، اللي هي حاجة اسمها 3D Obturation او حشو الجدر ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد ده كان زمان ما بقدرش ان هو يتيح لي ان انا احشي القنوات الفرعية او القنوات التانية. دلوقتي انا بقدر احشي القناة الرئيسية والقناة الفرعية، بعمل حاجة اسمها سيل، يعني انا بقفل اي مجال لاي بكتيريا بعد كده ان هي ممكن تعمل لي مشكلة او تسبب فشل في علاج الجذور اللي انا عملته. عظيم. المواد دي متاحة باستمرار؟ الدنيا غليت انت عارف يعني. لا هي متاحة دي معناها ان انت عارف. لا هي متاحة. متاحة موجودة باستمرار. صعب جدا ان احنا نعمل كونكشن ما بين الطب، الاطباء بالميديكال تيرم باللغه الانجليزيه اللي بتفرض نفسها. انا بشكركم طبعا النهارده على انكم انتوا التزمتوا معايا الى حد 95-97% كده. احنا ما بنتكلمش ميديكال تيرم، يعني في الاول ناس قبل التصوير لو قعدوا معانا كلام انجليزي كله، انا بقى بتكلم والدكتور نور بيتكلم وكلنا عمالين كله انجليزي في انجليزي، والمريض جاي مش هيفهم الانجليزي ده، والمريض جاي بتطلعات معينة، والدكتور بيتكلم بخبرته وفهمه وبيتكلم طبعا بتلقائية شديدة على انه عارف الكلام. فالربط ما بين المريض والطبيب ده شيء صعب، وده دور مهم بتقوم به دكتورة أريج سالم. دكتورة أريج، يعني انا مبسوط طبعا انتي موجودة معانا النهاردة، يعني الحمد لله لقينا في الاخر. يعني على فكرة احنا الفريق الطبي عندنا فيه بنات، ما انا عارف الحمد لله، وانت جايب جايب الدكتورة أريج بس يعني شكرين اللي كانت موجودة يا سيدي، والله العظيم قعدت الرجالة اهم من اي حاجة، بس جات يعني دكتورة أريج طلبة جات خلاص جات خلاص. الساعة وربع اللي جاية دي تحكي لنا أريج. الساعة وربع لكن لوحدي ماشي. بس أنا حابة قبل ما ابتدي في أي حاجة إن أنا أقول كلمتين مهمين. رحبي بيها الأول. هرحب بيك طبعا. رحبي بيها هو صاحب مكان. بس أنا حابة أقول كلمتين مهمين جدا، إن أنا فعلا فخورة بوجود دكتور زي دكتور نور في مجالنا طب الأسنان، بلس إن أنا فخورة إن أنا أكون ضمن الفريق ده كله. أنا فخورة جدا إن أنا يعني فرد من الفريق ده. مهمتي هي مهمة تعتبر صعبة، عشان أنا بكون حلقة الوصل بين الدكاترة وبين البيشنتس أو الحالات. الحالة بتيجي يعني حالات بتكون متنوعة، بمعنى مستوى تعليمي مختلف، أماكن عيش مختلفة. كمان في سنتر دكتور نور الناس بتيجي من كل حتة في العالم، بمعنى إن مش أي حد هتقدر تفهم اللغة اللي بيتكلم بيها أو اللهجة اللي بيتكلم بيها. مهم جدا إن أنت تكون أول حد بتقابل العيان أو الحالة وتكون متفاهم هي عايزة إيه.
بمعنى انك انت تاخد منها كل الميديكال هيستوري او التاريخ المرضي بأريحية، يعني مش تحقيق، بمعنى انت عندك حاجة، انت مريض، انت في حاجة، لا احنا ما نكونش اجريسيف، بالعكس احنا بناخدها بابتسامة وبنسأل المريض بطريقة أريحية، يعني احنا بنتعالج من حاجة، هو حضرتك بتشتكي من حاجة، يعني نكون في الكلام، مش هو أسئلة موجهة. فأنا حالة الوصل دي ان انا بوصل كلام الدكاترة بس بطريقة بسيطة يستوعبها عقل البيشن. بس كده. انت انا سعيد جدا جدا بوجودكم كلكم معايا، مبسوط جدا بلقائي معكم، وان كنت بشوفكم كتير يعني يعني بس ان احنا نشوفكم كلكم مع بعض بهذه القعدة الجميلة. مبسوط جدا اولا بالناس اللي جيلنا الموجودين معنا، الناس اللي يعني ما شاء الله ليهم تاريخ رائع. مبسوط بقى بالشباب اللي انا متوقع لهم، في ناس انا متوقع لها ان احنا نشوفها على القمم في تخصصاتها في المستقبل اللي جاي ان شاء الله، وان كان منهم الشباب دلوقتي حقق ما شاء الله يعني سمعه وعدد ساعات عمل جباره جدا. يعني فعلا احنا انا مبسوط ان احنا بنقدم النهارده صوره للطبيب المصري في منظومه طبيه بتعمل بعمل جماعي. هذا هو الطبيب المصري اللي بيعمل في ظروف صعبه، اكيد في مره هنلتقي تحكوا لي كده الظروف الصعبه. ما شاء الله ربنا طبعا اكيد كرم كل واحد فيكم وفتح عليه، لكن اكيد مريتوا ب زمان وفي بداية وبتاع، يعني زي ما أنا بحكي دايما أقول أن أول مرتب خدته كان 117 جنيه ولما كنت بغيب يومين في الشهر كان بيخصم مني 40 جنيه عادي. فده الطبيب المصري اللي بيهاجم ساعات وبيظلم أحيانا وإلى آخره، أدي المنظومة لما بتكون ناجحة ممكن تقدم لنا إيه. شكرا دكتور نور على أنك أنت وفرتنا هذا اللقاء. أنا اتشرفت النهاردة بوجود الفريق اللي أنا فعلا بتشرف ان انا ابقى واحد منهم. ده انا اللي متشرف بوجودك معنا ومتشرف بالدور اللي انت قدمته في الثقافه الطبيه التي ستبقى، ده شيء لا يختلف، ده تاريخ لا يختلف عليه الناس. شوف الناس صحيح انت بترأس مجلس اداره واي تي، لكن في الاخر انا بتكلم على ثقافه طبيه قدمتها قبل ما تقدم واي تي للناس، انت قدمت ثقافه وده مهم جدا جدا. يعني نورتنا دكتور، تشرفت بيك.